واثنين من بص نزلها واحد دم وضم واحد من بره. اه طب ما انت مذاكر دكتور واحد وايه كمان تنشن احنا بيه وضغط لذيذ واثنين واخد هيبرين وور يا واخد هيبرين يا وور. على فكره السؤال ده مهم او مثلا مش ما قلتوش مش هتلاقوه يعني مع ان السؤال ده مهم جدا على فكره. ليه؟ لانها حته دكتور انت يا عم ليه؟ اه بس خدي بالك ان الكونترا انديكيشنز بتاعه الثرومبولوتيك ثيرابي مختلفه من برانش للتاني. يعني في النيورو دي الحاجه دي اللي في الاستروك يونت دي لازم تحلها بالصدفه على الفيسبوك. عملنا ايه؟ جورنال ميد ايه؟ عاملين ايه بحث بقى جديد ايفيدنس بيس بقى عن استنى يا جماعه نسمع شويه كونترا انديكيشنز جديده بقى اتحطت للثرومبولوتيك ثيرابي بتاعه لازم تروك ايميديت ولا لا. اه اه في 3 ساعات. اه بس يعني لسه بيعملوا على حسب عدد الموضوع ده. اه ما لسه ما انا بقول لك هي دي بس دي اخر كونترا انديكيشن. فانت ما خد بالك ان اي دكتور نيورو هيبقى عارف الكلام ده فانت ما تكتبه له يبقى كويس. يعني بدل ما تشوف دكتور نزيف وبينزف وبطنه وجعان ما الاجابات الشفه هي يا جماعه وجبتك السر وجاي تي بليدنج ومش عارف لا يبقى كل الاجابات محترمه. بس حد فاكر الريلاتيف كونترا انديكيشنز؟ لا لا اربعه اه بالظبط اربعه اول حاجه نانس عبرم سيده في الجنائي العربي اطبطب ودلع وهي يا جماعه ودلع. وبعد كده قلنا اللي هو العلاقه ما بين الستروك والهايبرتنشن ودي مهمه جدا عشان الكيس في الامتحان ولازم كل سنه يجي حاله خدوا بالكم حاله ستروك فهي مهمه جدا وهتلاقي حتى لما نيجي نحل حالات اكتر من الاف الحالات في الستروك ده. والمهم بعد كده قلنا نعالج الايه يا جماعه نعالج السبب وعلاج السبب طبعا لو كان ثرومبوز هندي ثرومبوليتيك ثيرابي لو كان امبوليزم هندي ايه يا جماعه انتي كواجلانس صح ولا غلط ولو كان مثلا هيموراج هنشفط هنعمل ايفاكويشن او ندي انتي فايبرينوليتيك الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. قلنا بنشفط الايفاكويشن ده بيتشفط او تشفط بس ما عدا لو كان الدم اللي موجود ايه يا جماعه لو كان النزيف كبير قوي لان قلت لكم القاعده الفقهيه اللي انتوا عارفينها لو هو عنده نزيف جامد جدا لا خلاص سيبه يموت بسبب ان ايه يا جماعه المصيبه اللي هو جاي بيها. فلو كانت المسائل سيفير قوي سيبه معايا مش عارف بيعملوا حاجه دلوقتي. وبرده لو انت قريت يا مرادعي في الموضوع ده ودي بتتعمل على فكره وبتتعمل في مصر كمان بس عايزه دكتور جريء وقلبه جامد بس هي بتتعمل فعلا واحيانا بتبقى لايف سيفنج على فكره بس مش اي دكتور بيرضى ياخد القرار ده. لما يبقى نزيف جامد جدا وانت سكوره متنايل ب 60 نيله داخل عليك مثلا سكوره خلاص وكل شويه بينزل جامد قوي ونزل جامد قوي وانت مش عارف تعمل ايه لايف سيفنج بقى وكده كده ميت معنى كده ان النزيف ضغط على ايه يا جماعه على المراكز الحيويه او البرين ستيم يقوم يعملوا ايه بقى على طول يقوم يعمل كرانيوتومي يقوم على طول شال حته منين من السكال على طول فتحها لانه عايز يعمل ايه يا جماعه يخرج الدم ده هو لان دي لايف سيفنج بقى حتى بياخدوا حته العظمه دي عشان يحافظوا عليها يقوموا زرعينها في البطن بحيث ان انت ايه يا جماعه تحافظ على ايه الحيويه بتاعتها. المهم لما بيعملوها وبتبقى لايف سيفنج وعلى فكره بتجيب نتائج كويسه جدا وفي ناس بينجوا بسبب الموضوع ده لانه لو سابوا فعلا ممكن ايه يا جماعه يموت. خدوا بالكم النزيف اللي في المخ خدوا بالكم الايه دي غير التليفون ما هي دي على فكره بس دي هي دي اللي بس عايزه واحد ايه يا جماعه يبقى قلبه جامد شويه عشان يعملها بس هو الجديد ان انت بتاخد العظمه وتقوم زرعها فين بقى تزرعها في البطن. المهم من الحاجات بقى اللي حلوه خدوا بالكم يا جماعه ان النزيف في حاجه عشان يحافظ على العظمه يعني يحافظ عليها لو عملها بيسيبه طبعا بتلاقي الحته دي متغطيه وسايبه بقى كده لحد ما يخف خالص. على فكره بتتعمل في مصر ورحت الاستروك يونت بتتعمل كتير. في بقى عندنا حاجه خدوا بالكم النزيف اللي هو الهيموريدج او الهيموراجيك ستروك في ميزه حلوه قوي ان الهيموراجيك ستروك ده لو ما العيان يخف لو خف بيبقى البروجنوزس بتاعه الى حد ما احسن من الاسكيميك ستروك اللي خف. يعني انا معاك ان الهيموراجيك ستروك طبعا ممكن يموت لكن لو خف يبقى احسن. ليه بقى؟ لان اللي بيحصل كل اللي بيحصل الهيموراجيك بيعمل ايه يا جماعه؟ كل اللي بيعمل ان هو بيضغط على حتت معينه او ممكن يعمل ايه يا جماعه؟ موفنج لحته معينه ممكن يعمل شيفتنج للبرين يضغط على البرين لكن ما بيموتش او ما بيعملش انفاركشن غير الاسكيميا. الاسكيميا لو حصل انفاركشن وطول عن 3 ساعات خلاص الاريا دي كل سنه وانت طيب. انما كل اللي عمله الهيموراجيك ممكن ايه يا جماعه؟ يتاخر المخ شويه ضغط شويه فالضغط لو ما كانش كبير قوي العيان ده ممكن يقوم زي القرد في الاخر. انما الاسكيميك ستروك في حته ماتت مش هترجع تاني
فعشان كده بيقول لك ساعات البروجنوز بتاع المرشح ستروك بس لو خف يعني لو خف من اولها بيبقى احسن بكتير. المهم كان رقم 6 ما قلناهاش انا فاكر في التريتمنت. رقم 6 اللي هي ايه بقى يا جماعه؟ احنا لغايه دلوقتي لسه ما عالجناش، عايزين نعالج بجد بقى. يقول لك رقم 6 نيورو بروتكتيف، يعني ادي حاجه فعلا تحمي المخ. وقبل ما اقول نيورو بروتكتيف زي ايه وان كنت قلت قبل كده، يقول لك نيورو بروتكتيف هتلاقي مكتوب جنبها ايه يا جماعه؟ نوت افكتيف. نيورو بروتكتيف نوت ايه يا جماعه؟ نوت افكتيف. ليه نوت افكتيف؟ هي طبعا نوت افكتيف ما بتعملش حاجه قوي، زي اللي هو بقى نيتروبيل، لا ترينتال، لا ندي حاجه تزود البلاد فيسل او الفاسكولاريتي شويه. كل ده كلام ايه يا جماعه؟ كل ده في الاستروك يونت لازم هتديه للعيان طبعا. بس في دواء انا جبت سيرته قبل كده وهو ده اللي يعتبر بمثابه، ونفسي تفهموا الكلمه اللي جايه وما تفهمونيش غلط، ثرومبوليتيك ثيرابي فور استروك. هو مش ثرومبوليتيك ثيرابي، انما هما بيشبهوه اللي هو السيريبرولايسن. السيريبرولايسن، السيريبرولايسن مش سيريبروليتيك، مش طبعا مش لكن هو يعتبر ايه يا جماعه؟ ما بيسيحش المخ يعني، لكن هو يعتبر. انت عارف التشبيه ده كان شفته في كتاب وانا كاتبه على فكره عندي في كتاب، وعارف ان الطلبه هيفهموه غلط، هيفتكروا ان انا بقول اللي هو قصده ايه يا جماعه؟ بيدوب بالجلطه. هما ما بيدوبش الجلطه، هما ليه سموه ثرومبوليتيك ثيرابي؟ اللي هو بيشبهه كانه ثرومبوليتيك ثيرابي بالنسبه للمايوكارديال انفاركشن. يعني في المايوكارديال انفاركشن ايه دراج اوف تشويس؟ ثرومبوليتيك ثيرابي. فقال لك السيريبرولايسن بالنسبه للستروك زي الثرومبوليتيك ثيرابي بالنسبه لايه يا جماعه؟ للام اي. بس طبعا لو واحد بيقرا الكلمه دي عمره ما يفهمها. هو السيريبرولايسن ده كان عباره عن ايه وشرحناها قبل كده؟ فاكرين العالمه الكنديه اللي قلت لكم خدت نوبل، هي اللي اكتشفت السيريبرولايسن ده؟ فاكرين السيريبرولايسن كان عباره عن نيرف جروس فاكتور، امبولات كده في 1 مللي وفي 2 مللي وفي 10 مللي كمان، اخد ده في الاندوكراين لما قلت لكم في الدايابيتيك نيوروباثي. ده نيرف جروس فاكتور. هي خدت نوبل ليه؟ لانهم كانوا بيقولوا زمان ان العصب لو مات ما بيرجعش تاني. وهو بينه وبينكم السيريبرولايسن مش دواء سحري يعني، لكن اهو يعني النيرف جروس فاكتور بتتكون عندنا في الجسم، فهو الى حد ما بي ايه يا جماعه؟ بيكونها من جديد. والست دي ذكر وجدي، والست دي خدت ايه يا جماعه؟ خدت نوبل على الحكايه دي، سيريبرولايسن ده. فالمهم السيريبرولايسن، شوف كده في الاستروك يونت تلاقيهم على طول جابوا ايه يا جماعه؟ لو ما فيش حتى ال 10 مللي تلاقي ال 1 مللي و 2 مللي هم اللي موجودين. تلاقي ال 1 مللي طق 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 تقوم عامل كذا امبول، حوالي مثلا 20 امبول، وتعملهم انفيوجن للعيان ده. لو لحقت العيان بدري بيجيب نتائج كويسه. جت سيرته قبل كده يا جماعه في الدايابيتيك نيوروباثي، بس انتوا بتنسوا. جت سيرته كمان لما انا قلت لكم حتى الجماعه اللي منتال وطردت، فاكرين يا جماعه اللي بيفهموا بعد شويه؟ سيريبرولايسن حلو جدا بالنسبه لهم. فاكرين الحته دي؟ وعليكم السلام. فاكرين يا جماعه الكلام ده؟ نبدا بقى حصه النهارده. اقفل بقى. اقعدوا يا جماعه عشان الجو. هو التكييف ده مش شغال ولا ايه؟ خلاص بقى اقعد يا مين؟ سهيل. سهيل كان في اسكندريه؟ لا والله بيصطاد. اصطادت الحمد لله. لا سمك زي القشطه اسكندريه سمكه حلو بقى. فالمهم ايه؟ ده صاحي كده بيلعب. اقعد يا ابني يلا سيب التكييف بقى ويلا. المهم هنبدا النهارده بقى الحصه، حصه مهمه جدا بس عايزه مخ. حصه النهارده ودي جايز من الحصص القليله جدا اللي انا ببدا البدايه دي. حصه النهارده عايزه مخ، مش عايزه بقى كلام خالص يا دكاتره. وركزوا ليه بقى؟ حصة النهارده لو ما فهمتهاش انا بقول لك اهو ما تذاكرهاش، والله ما تذاكرها وما تحفظهاش، لان هتحفظها وكأن شيئا لم يكن. هتيجي ليله الامتحان اصلا عارف اللي بيحصل، تتصل بيا تقول لي هو الموضوع ده مهم، او ما اقول لك تهمني فاهمه وتقول لي لا، اقول لك سيبه. سيبه لان لا يمكن تتحفظ، انما لو فاهمه ما بيتذاكرش. يبقى حصة النهارده لو ما فهمتهاش ما بتتذاكرش، ولو فهمتها برضه ما بتتذاكرش. يعني هي ايه يا جماعه؟ بس موضوع مهم جدا على فكره، اللي هو الفاسكولار سيندروم. ما انا هقول لكم بقى ليه، لان هو جزء من الاستروك على فكره. عشان بعد ما نخلص حصه النهارده نجمع بقى الاستروك ونجمع الترانزيت اسكيميك اتاك، بس نفهم بقى واحده واحده. مش محتاجه كتاب النهارده، ما تبصوش في كتاب خالص. الله يخليكم يا جماعه ما تبصوش في كتاب، لان احيانا البص بيخليك مش فاهم. فاقفلوا الكتب خالص وافهم، وبعد كده انت هتلاقي نفسك فعلا مش محتاج تذاكرها. فاسكولار سيندروم، خليك بقى معايا يا رشدي. الفاسكولار سيندروم، لا سيبوا الكتاب الله يخليكم، بس حاسس النهارده ما نفعلهاش كتاب خالص. فالفاسكولار سيندروم، انت يا بنتي سيب الكتاب، سيبوا اقفلوا الكتاب وركزوا معايا. الفاسكولار سيندروم عايزين نعرف في البدايه كده البلاد سبلاي بتاع البرين. المخ عضو مهم ولا مش مهم؟ مهم، اهم جايز اهم عضو في جسم الانسان، مهم عند معظم الناس يعني. المخ جايز اهم حاجه في الدنيا، الدماغ زي ما انا قلت لكم قبل كده سبحان الله. وعشان كده الدماغ ليها دبل بلاد سبلاي، يعني فيها مصدر امامي وفي مصدر خلفي.
في بلاد سبلاي امامي وفي وفي بلاد سبلاي خلفي. المصدر الامامي اللي هو اسمه كاروتيد سيستم، انما المصدر الخلفي اللي هو اسمه فيرتيبرو بازلر. خدتوا الكلام ده قبل كده طبعا في الاناتومي وخدتوه في العملي اعتقد يعني. فالمهم الكاروتيد سيستم المصدر الامامي ده اللي هنبدا بيه، ولازم بقى نقوم نقف كده وخدوا بالكم ان احنا عندنا فيه يا جماعه، عندنا ادي وركزوا معايا، ادي السيريبرال كورتكس اهو، واضح واضح كده. عندنا بقى الثلاث اخماس او الاربع اخماس القدامانيين دول بياخدوا بلاد سبلاي من الكاروتيد سيستم. طب المصدر الخلفي ده بياخد منين بقى؟ ده اللي بياخد من الفيرتيبرو بازلر او المصدر الخلفي. حلو الكلام. النهارده احنا هنبدا نتكلم عن الكاروتيد سيستم، وفي اخر الحصه بعد البريك هنتكلم عن المصدر الخلفي. المصدر الامامي اللي هو الكاروتيد، وانتوا عارفين طبعا الكاروتيد، عارفين الكومن كاروتيد، وعارفين كمان في انترنال كاروتيد وفي انتيريور انترنال كاروتيد وفي اكسترنال كاروتيد، صح ولا غلط؟ مين اللي بيطلع يغذي الدماغ، الانترنال ولا الاكسترنال؟ يا بتوع جراحه يا مجروحين، طبعا الانترنال، واضح ولا مش واضح؟ الاكسترنال مالناش دعوه بيه خالص، احنا في البطنه، ده يهمكم انتوا في الجراحه على فكره الاكسترنال ده، انما انا اللي يهمني هو الانترنال كاروتيد. طب سؤال بقى، هو الانترنال كاروتيد ده وهو طالع في الرقبه كان بيغذي مين بالمناسبه؟ اشوفكم فاكرين انا ولا لا؟ ولا حاجه، لاني مش عايز حاجه تشارك الانترنال كاروتيد او تشارك الدماغ في الانترنال كاروتيد. انا عايز الانترنال كاروتيد كل الدم اللي واصل له يروح فين يا جماعه؟ للدماغ. ما هو لو كان بيغذي مثلا الثايرويد هتبقى مصيبه، لان الثايرويد لو كبرت شويه تاخد الدم يقوم الدم ما يوصلش لدماغك. فسبحان الله الارتر اللي بيغذي دماغك طالع من غير ما يد ولا برانش، هدفه في الحياه هو ان هو ايه يا جماعه؟ يغذي الدماغ بس كده. المهم الانترنال كاروتيد عشان ما اطولش عليكم المقدمه اللي ملهاش لازمه، يدخل الجمجمه، وبيدخل الجمجمه يلاقي نفسه ماشي في حاجه كده اسمها كاروتيد كانال، مش فاكر فاكرينها ولا لا، كانال كده موجوده في الدماغ يعني. يطلع من الكاروتيد كانال يلاقي نفسه على ايدك الشمال في ايه يا جماعه؟ كاروتيد كانال. لو انت فاكر اناتومي زمان او متخيل الجمجمه دلوقتي، هتلاقي لما بيخرج من الكاروتيد كانال يلاقي نفسه ماشي على ايه بقى؟ حاجه كده برضه احب ارسمها عشان تبقوا متخيلين الوضع، حاجه كده اسمها كافيرنا الساينس اهي. يقوم يلاقي نفسه ماشي على الكافيرنا الساينس هنا كده، وهو جوه الكافيرنا الساينس يقوم يريح. وفعلا بتوع الاناتومي كانوا دايما يقولوها كده، يقوم يريح ويطلع ثلاث برانشات، هقول منهم برانشين عشان تعرف منهم برانش واحد بس. هما ثلاث برانشات انا هقول منهم برانشين، هما دول اللي يهموني. برانش منهم كده يروح يغذي ايه يا جماعه؟ يغذي العين. ونرسم العين برضو معايا يا جماعه، اللي هو يغذي العين. وعشان كده تقول لي ايه؟ هقول لك في ايه يا ابني؟ عشان كده الناس اللي عندهم الكاروتيد اتسد مثلا ممكن يجي يقول لك اه يا ايه؟ اه يا عين، لان ممكن عين من عينيه تروح، صح ولا غلط؟ اسال سؤال الاغبياء فقط، سؤال الاغبياء والله، بس انا بحب اغشهم كده. هو العين اللي هتتعمي بالمناسبه هتبقى في السيم سايد ولا في الاوبز سايد؟ طبعا في السيم سايد، يعني هو في ناس على فكره يا جماعه من كتر ما بنقعد نقول اوبز سايد اوبز سايد اوبز سايد بيبقى متهيألوا ان اي حاجه في النيورو تبقى اوبز سايد. واقسم بالله السؤال ده بيتسال في الشفا وتلاقي طالب قاعد يفكر تاني هو تراكت بيلف يا ابني؟ ده تراكت عادي بلاد سبلاي، بتكلم عين عضو من اعضاء جسم الانسان زي ايه؟ زي اي عضو يعني. المهم يعني في عندنا كمان ارتر بيطلع كده اسمه posterior communicating artery، واضح ان هو بيوصل ما بين ايه وايه؟ المصدر الامامي والمصدر الخلفي، واضح ولا مش واضح؟ عشان لما ناخد السيركل اوف ويلز الحصه الجايه او النهارده في اخر الحصه تعرف ان المصدر الامامي مرتبط بالمصدر الايه يا جماعه؟ الخلفي. المهم احنا قلنا هم ثلاثه، انا قلت منهم اثنين، انت كفايه تعرف بتاع العين بس وخلاص. وبعدين نخرج من الكافيرنا ساينس نلاقي نفسنا، بص بقى يا جماعه، يلاقي نفسه فين بقى؟ عشان تفهم الحته دي، يلاقي نفسه هنا بالظبط معايا؟ يعني عند ادي السيريبرال هيمسفير يلاقي نفسه هنا، وهنا هي بداية النهاية. وبداية النهاية أو النهاية عموما إن هو بينقسم إلى إيه يا جماعة؟ تو تيرمينال برانشز. برانش هنا كده أنتوا كلكم شايفين أدي السيريبرال هيمسفير أهي اللي هي الرسمة دي بالظبط. فبرانش بيبقى ماشي كده، ده اللي اسمه ميدل سيريبرال أرتري. واضح ولا مش واضح؟ وفي برانش تاني، وشوفوا الفن في الرسم بقى، بيبقى ماشي كده. هو أنا عامله منقط ليه؟ لأنه ورا، لأنه مش باين. أنت عارف دايما الفنانين لما بتبقى حاجة اللي هو الانعكاس والظل والحاجات دي. فالمهم يقول لك إيه؟ يعني لو تخيلنا المنظر، أدي السيريبرال هيمسفير بيخرج من الكافيرنا ساينس يلاقي نفسه هنا، يقوم ينقسم تو تيرمينال برانشز. اللي أنتوا شايفينه ده هو الميدل سيريبرال أرتري. طب واللي أنا اللي شايفه بقى هو ده الأنتيريور سيريبرال أرتري. واضح ولا مش واضح؟ طب عموما بقى هو الميدل بيغذي إيه والأنتيريور بيغذي إيه؟ الميدل سيريبرال أرتري، قبل ما اقول بيغذي ايه وقبل ما اقول الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي ايه، لازم تحفظ جمله. الجمله دي بتقول ايه يا جماعه؟ اي، واكتبوا الكلمه دي بالعربي بقى، اي سيريبرال ارتري في الجسم. ايه اي سيريبرال ارتري في الجسم دي؟ اي سيريبرال ارتري يعني ما اعرف انه في الدماغ. اي سيريبرال ارتري يعني لما يجي يقول لك مثلا ما دام لقيت سيريبرال ارتري اوكلوجن، اي سيريبرال ارتري لابد انك تعرف اي سيريبرال ارتري بيدي نوعين من البرانشات.
الكورتيكال ده اللي بيغذي ايه بالمناسبه من اسمه سيريبرال كورتكس. بس هل المخ ده عباره عن قشره مخيه بس؟ انتوا فاكرين كده يا جماعه ان مخك ده قشره مخيه وجوه فيه فراغ؟ انتوا فاكرين كده؟ بقى طبعا في جوه مكونات برضو على فكره، فعشان كده بتروح تغذيها. المكونات دي بتتبلور في حاجه مهمه قوي هي اللي بتتجمع فيها كل حاجه، الانترنال كابسول. وعشان كده الجمله بقى تاني، اي سيريبرال ارتري بيدي نوعين من البرانشات، كورتيكال وكابسولار. يقول لك كورتيكال ده اللي بيغذي ايه يا جماعه؟ سيريبرال كورتكس حته معينه فيها، وكابسولار هو ده اللي بيغذي ايه يا جماعه؟ حته في الانترنال كابسول. واضح ولا مش واضح؟ يبقى لما يجي يقول لك في الشفوي بقى، قول لي يا ابني ميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن، يوم يجي صدى صوت في اللجنه يقول لك ايه بقى؟ اي سيريبرال بيبقى كورتيكال وكابسولار، كابسولار كابسولار. تقوم ترد عليه في الشفوي وتقول له ايه؟ انت عايز يا دكتور الكورتيكال ولا الكابسولار ولا الاثنين؟ يقول لك عايز الكورتيكال. قول له ما نعرفش، بس المهم ايه يا جماعه؟ الدخله. اه بس ايه رايك في الدخله معايا؟ يبقى اي سيريبرال ارتري يبقى لازم كورت. انا بقول كده ليه يا جماعه؟ لان انا عارف اللي بيحصل في الامتحان، يجي يقول لك ايه مثلا ميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن، كل الطلبه بيفتكروا ايه؟ الكورتيكال، لكن نص الطلبه بينسوا ايه يا جماعه؟ الكابسولار. فهي دي المشكله. فانا عايز الكلمه دي تبقى صدى صوت تحوم في اجواء اللجنه كده في الامتحان. واضح ولا مش واضح؟ يا ترى يا هل ترى بقى، هو الميدل سيريبرال ارتري بيغذي ايه والانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي ايه؟ ابدا بالميدل ولا بالانتيريور؟ نبدا بالانتيريور اللي انتم شايفينه المغمور. فلما اقول لك انتيريور سيريبرال ارتري بيغذي ايه، تقوم انت تقول لي كورتيكال ولا الكابسولار؟ اقول لك الكورتيكال. الكورتيكال بيغذي ايه يا جماعه؟ هو الكورتيكال ماشي فين؟ انتوا حد فيكم شايفه؟ وبالتالي هو مغمور ولا مش مغمور؟ مغمور قوي، هو ماشي جوه كده محدش شايفه. لو انت مكانه تعمل ايه؟ عايز بقى تطلع في الاضواء بقى وكل الناس تعرفك بقى، يعمل حركه. انا شخصيا شايف ان ده التفسير العلمي الوحيد للانتيريور سيريبرال ارتري. ايه هي بقى يا جماعه؟ وهو ماشي كده من ورا ومحدش شايفه، يوم يجي من فوق كده ويشب، يشب من فوق. اديني فرصتي بقى. والميدل سيريبرال ارتري، ايوه اللي هو كده فعلا. والميدل سيريبرال ارتري يقول له انزل بقى شويه بقى، ما انت واخد الحته دي كلها. وعشان كده الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي ايه بقى؟ يقول لك الربع الفوقاني. شفت يا جماعه اللي هو الجزء ده؟ تحس ان هو طالع من شايف المنظار ده؟ هنا بقى هنا يغذي كل الحته دي. يقول لك ويا سلام بقى في الشفا، ولما يقول لك هو الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي ايه؟ قول له الكورتيكال برانش بيغذي، وتقوم واخد بايده كده وتقول له ايه بقى؟ الربع الفوقاني من ثلاث ارباع القدامانيين. شفت بقى يا جماعه اللي هو الجزء ده؟ الربع الفوقاني، ما هو المصدر الامامي اصلا بيغذي ايه؟ الاربع خماس القدامانيين دول. معايا ولا مش معايا؟ فهو بيغذي الربع الفوقاني منهم اللي هي الحته دي كلها. يا بس كده. ما هو المصدر الخلفي ده كان بيغذي بايه؟ الاورتوسيبتال لوب. بالمظهر الخلفي ملناش دعوه بيه دلوقتي. بالمنطق، طب والميدل سيريبرال ارتري بيغذي ايه؟ ثلاث ارباع التحتانيين والاربع خماس القدامانيين. حياه سهله يا جماعه. وعشان كده يقول لك بقى الانتيريور سيريبرال ارتري، عايز كورتيكال ولا كابسولار؟ كورتيكال. الكورتيكال بيغذي انهي حته؟ قلنا بيشب كده يقوم يغذي الجزء ده، الربع الفوقاني ده. واضح ولا مش واضح؟ الربع الفوقاني من الاربع خماس اللي ايه يا جماعه؟ القدامانيين. لان الخمس اللي ورا بيتغذى مين؟ بعيد عن القصه بتاعتنا خالص النهارده. فالمهم بقى الايه؟ مين اللي ايه؟ الانتيريور سيريبرال ارتري. فيبقى ده كده الانتيريور سيريبرال ارتري. واضح ولا مش واضح؟ طب يا ترى يا هل ترى بقى الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي الانترنال كبسول؟ اه كبسولار برانش. انهي حته في الانترنال كبسول؟ بصوا يا جماعه، بصوا عشان تبقى الامور سهله. ادي كده الانترنال كبسول تبقى عامله كده بالظبط، موجوده في جسمك كده بالظبط. ادي الانتيريور ليم، وادي ايه؟ ما هو ده الانتيريور ليم يا جماعه. بدا ايه؟ بتفهموا معايا يا جماعه شويه؟ يبقى ده البوستيريور ليم، وفي النص كان في ركبه مالناش دعوه بيها النهارده. حلو الكلام؟ تعالوا نرسمها كده، ولا من غير ما نرسمها، ما هي اهي انت انتيريور ليم بوستيريور ليم ركبه. اسمع بقى وخد الكلمه دي وما تنساش ابدا. الميدل سيريبرال ارتري، الميدل ايه يا جماعه؟ سيريبرال ارتري اللي هو اللي بيغذي الجزء اللي تحتاني ده، لسه هنقوله كمان شويه، بيغذي الانترنال كبسول كلها. اه يعني الانتيريور ليمب والبوستيريور ليمب. وعشان ما تنساش الدورسال سيرفيس. يعني ايه الدورسال سيرفيس؟ اللي هو اللي فوق، يعني الجزء الابر. ايه ما هي مجسمه كده، ففي السطح اللي فوق ده وفي الفنترال اللي تحت ده، فالميدل والتراكتات بقى كلها بتنزل عموديه كده على الانترنال كبسول. الميدل سيريبرال ارتري بيغذي الانترنال كبسول كلها من فوق، يعني الانتيريور ليمب والبوستيريور ليمب. دورسال ولا فنترال؟ دورسال. دورسال. ساعات بتيجي الحته دي في الام اس كيو، مع اني انا شايف ان ملهاش لازمه، لان انت لو بتغذي الدورسال او الفنترال والارتري ده حصل له اوكلوجن، كده كده التراكت هيبوظ، لان التراكت بينزل عمودي كذا. فانت لو قطعته من فوق او قطعته من تحت الانترنال كبسول مش فارقه معايا يعني. المهم الميدل سيريبرال ارتري بيغذي ايه يا جماعه؟ الدورسال سيرفيس. الدورسال سيرفيس بتاع الانترنال كبسول كلها. طب والانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي الفنترال، الانتيريور ليمب ولا البوستيريور ليمب؟
anterior cerebral artery يبقى بيغذي anterior limb. والبوستيريور سيريبرال ارتري اللي هنبقى نقوله بعد كده في المنظر الخلفي بيغذي الايه يا جماعه البوستيريور لمب. يبقى ادي الانترنال كبسول الكابسولار برانش بتاع الميدل سيريبرال ارتري. كل واحد يعمل ايديه كده يا جماعه ويجي فوق كده ويكتب ميدل سيريبرال ارتري من فوق، ده كله بيتغذى بالميدل سيريبرال ارتري. وتنزل من تحت ده هتكتب عليه الصباع ده انتيريور سيريبرال ارتري. طب والصباع ده من تحت بوستيريور سيريبرال ارتري. ويا سلام عليك بقى وانت بتذاكر النهارده تعمل لك فنجان قهوه كده وحجرين يا عم برادعي تكون جاي كده عامل ايه يا جماعه بقلمك وعامل ورقه شكلها كده بالظبط ورقه، يعني تيجي بسن تقطع ورقه فاهمين هتعملوا ايه، تجيب ورقه كده وتقوم عاملها كده وتكتب عليها من فوق ميدل سيريبرال ارتري وتقوم قلبها. الانتيريور لمب هيبقى ايه يا جماعه؟ انتيريور سيريبرال ارتري. طب والبوستيريور لمب هيبقى ايه يا جماعه؟ بس كده. فهي الحياه سهله. يبقى تاني بقى نبدا الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي ايه بالظبط يا جماعه؟ الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي، لازم في الاول ترد عليها تقول لي ايه؟ كورتيكال وكابسولار. نبدا بالكورتيكال ولا بالكابسولار؟ الكورتيكال. الكورتيكال بيغذي ايه يا جماعه؟ بيدي الربع الفوقاني من الاربع مثلا. طب والكابسولار بيدي الانتيريور لمب. خلاص سيبك بقى من فينترال ودورس. دكتور انا مش فاهم ايه الربع الفوقاني والاربع تحت. ايوه انا عندي اهو الربع الفوقاني ده اللي هو الجزء ده. ايوه يا جماعه ما اللي ورا قلنا النظر الخلفي يا جماعه. ايه ده ماشي فين يا ابني؟ من النظر الخلفي ده قلنا في الاول خالص يا جماعه المخ يا دكاتره يا جماعه يا رجاله قلنا المخ ليه مصدر امامي ومصدر خلفي. المصدر الخلفي ده بيغذي الخمس الورانش ده مالناش دعوه بيه خالص. حلو الكلام. احنا دلوقتي في المصدر الامامي اللي هم الاربع اخماس اللي قدامين. الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي الربع الفوقاني، يبقى الميدل سيريبرال ارتري بيغذي تلات ارباع التحتاني. طب يقول بيغذي الاربع ارباع التحتاني مش عارف ازاي معايا اللي هو الحته اللي فوق الشريط اللي فوق ده بالانتيريور سيريبرال ارتري. الجزء اللي تحت يبقى بالميدل سيريبرال ارتري. انتوا عشان ما تتوهوش يا جماعه انتيريور سيريبرال ارتري كورتيكال وكابسولار. الكورتيكال بيغذي ايه تاني؟ الربع الفوقاني من تلات ارباع او تلات اربع خمس اللي قدامين. طب والكابسولار بيغذي الانتيريور الانتيريور بس كده. طب والميدل سيريبرال ارتري بيغذي ايه؟ كابسولار. الثلاث اربع تحتانيين بقى اللي هو الباقي. طب وبيغذي ايه؟ الانترنال كبسول كلها. حلو الكلام. بس كده معنى ان انتوا قاعدين بقى دلوقتي يبقى انتوا مش فاهمين برضه. والله يبقى انتوا مش فاهمين ليه؟ لان كل اللي انا هعمله ايه دلوقتي يا جماعه؟ هسد الانتيريور سيريبرال ارتري وهنسد الميدل سيريبرال ارتري. هو معنى ان انتوا قاعدين يبقى انتوا مش فاهمين فعلا، لان المفروض تقوموا تستاذنوا دلوقتي وتمشوا. ليه؟ لان على حسب الحته اللي هو بيغذيها انت تقدر تقول ايه اللي بيحصل. ركزوا يا جماعه معايا. عشان كده مين هو الطالب المهرجه الهندي اللي تعرف ان هو راجع بيته النهارده بيعمل ايه؟ انا قاعد ذاكر الفاسكولار سيندرومز. تعمل ايه يا محمد؟ يوم محمد يقول لك انا ذاكر الفاسكولار سيندرومز او ممدوح بقى ماشي. لا ممدوح اسكى من كده دلوقتي سالوا. تعمل ايه يا رمزي؟ يقوم رمزي يقول لك انا بذاكر ايه يا جماعه؟ الفاسكولار سيندروم. بالذمه بتذاكر ايه؟ يعني تعالوا كده يا جماعه نحسبها واحده واحده. نبدا بمين نسده في الاول؟ الانتيريور سيريبرال ارتري ولا الميدل سيريبرال ارتري؟ الميدل. خدوا بالكم في طلبه ما بتذاكرش اصلا، بيجي في اخر السنه النيورو اعمل فيه ايه؟ اذاكر الموضوع ده؟ لو هو مش فاهم النيورو كله على بعضه انا ابقى غبي لو قلت له ذاكر الموضوع ده، لانه هيعمل ايه يا جماعه؟ هيفتح كتب يقعد يحفظ، وطبعا استحاله تحفظها، انما لو انت مستوعبها تقولها زي انتوا بما انكم مستوعبين هتشوفوا هتقولوا ايه دلوقتي. نبدا بالانتيريور سيريبرال ارتري اوكلوجن. دخلت الامتحان لقيت سؤال بيقول لك قل ما تيسر بما يرضي الله عن الانتيريور سيريبرال ارتري اوكلوجن. وركزوا معايا. اول حاجه كورتيكال وبعدين كابسولار. الكابسولار مبدئيا وش كده ممكن تتنسي في الامتحان ده مبدئيا، وده اللي بيحصل فعلا كل سنه. نبدا اول حاجه بالكورتيكال. هو الكورتيكال الطب بيقول ايه؟ الكورتيكال بيغذي ايه؟ الربع الفوقاني الثلاث ارباع التحتاني ما هو من الاربع خمس القدامانيين. الربع الفوقاني من الاربع خمس القدامانيين. يا ترى يا هل ترى ايه الاريات اللي فوق دي عشان نبوظها؟ صح. بس انا هقول لك على حاجه بقى، لما يبقى في اريات كتير تعالوا نرسم الاريات كده الاول. عندنا في اريات كتير قوي في ال عندنا طبعا في هنا كده اريا اسمها اريا رقم اربعه مشهوره قوي صح؟ كان فيها الانسان متشقلب رجلين تحت ورجلين فوق قدامها اريا رقم سته وراها في الانسان برضو كان ايه يا جماعه بتاع كورتيكال سنسيشن كان متشقلب برضو واضح؟ كان في هنا اريا رقم 8 مش عارف 44 45 هنا في البري فرونتال اريا صح ولا غلط؟ في عندنا بقى 37 كل الحاجات دي. المهم انت هتبوظ الربع ليه يا جماعه؟ الفوقاني. يوم واحد يقول لي طب انا مش مذاكر السيريبرال كورتكس اصلا مش حافظ الاريات.
على فكره هقول لك حتى لو مش حافظ الاريات بس فاهم الليله فاهم احنا بنعمل ايه. احنا هنبوظ الربع الفوقاني ده. بس نصيحه اخويه لوجه الله لما تيجي تبدا في الامتحان ابدا دايما في اريات كتير قوي هي تبوظ. بس انت ابدا دايما باريا رقم 4. ايش معنى اريا رقم 4؟ لان اريا رقم 4 اللي فعلا بيبقى فيها حاجه ايه يا جماعه ماديه ملحوظه على العيان ده فعلا مشلول. يعني هو لو عنده شلل وافيزيا هيجي يقول لك ايه في الاول شلل. انا عندي افيزيا اه بالحق وكمان مشلول. لا هيجي يقول لك انا مشلول الاول او مش هيقول بس هيبقى داخل عليك ايه يا جماعه مشلول في الاول. فيقول لك رقم واحد رقم واحد وبالعربي بقى لما انت تسد الكورتيكال برانش يلا بقى بوظ لي الاريات اللي فوق. اول اريا بتبوظ اريا رقم 4 سؤال رجل. كلها بتبوظ؟ لا الربع الفوري بس اللي هو فيه رجل ولا ايد ولا دماغ ولا رجل. يبقى رجل مشلول. اسمع بقى وراها على طول كان في اريا رقم كام؟ 6 1 و2 و3 رجل مشلوله برضو. رجل ايه بقى؟ اريا 1 2 3 دي اللي بتاعت الاحاسيس. يبقى اكتب كده رجل مشلوله ومش حاسس بيها. طبعا لما انا اقول مش حاسس بيها ده خطا. كورتيكال ايوه هو مش حاسس بالكورتيكال سنسيشن اللي هي الاحاسيس العليا اللي احنا قلناها قبل كده. فاكرين يا جماعه الفاين تاتش مهم يعني. فاقول لك رجل مشلوله ومش حاسس بيها. طب وايه كمان؟ بص بقى يا سيدي ساعات البري فرونتال اريا تتاخد كمان ما هي موجوده قدام هنا كده. فبرضه ممكن تكون بتتغذى مين يا جماعه؟ انتيريور سيريبرال ارتري. فيقول لك وحصلت تشينج فين؟ في البيرسوناليتي. بس كده. هل الكلام اللي انا بقوله ده محتاج ان انت ترجع تذاكره؟ لا انت كل ما هنالك ايه يا جماعه؟ اسال نفسك هو الكورتيكال برانش بيغذي ايه؟ هو بيغذي الربع الفوقاني. بوظ الاريات اللي في الربع الفوقاني. سهله ولا صعبه؟ اللي هي ايه تاني؟ اريا رقم 4 كلها ولا رجل بس؟ رجل مشلوله. وارجع كده 1 2 3 ومش حاسس بيها. يعني هتلاقي يجي يقول لك اه يا رجل المشلوله. اسمع الكلمه دي بقى. وفي نفس الوقت تيجي تخبطه بسكينه يقول لك اه ولا ما يقولش اه؟ هيحس بس قول له شاور لي على مكان السكينه كده يا استاذ رمزي. يقوم رمزي يقول لك مش عارف معايا ولا مش معايا. بس كده يبقى رجل مشلوله مش حاسس بيها. ممكن يحصل تشينج فين يا جماعه؟ في البرسوناليتي. بس كده تقوم انت تقول لي بس هو هيشتكي من كده. اقول لك اه بس خد بالك ممكن يشتكي بحاجه تانية. مين شاطر يقولها بلادر. والحته دي انا مش هقول بلادر بس انا برضو مش هجيب سيره البلادر خالص غير في نيوروجينيك بلادر. لكن خد بالك بقى ممكن يشتكي من حاجات تانية. تقول لي هو رجلي مشلوله. طب ايدي مشلوله ولا لا؟ يا رأيك لا طبعا. انتوا ليه مترددين ليه؟ لا طبعا لان الايد اصلا بتتغذى من مين؟ بالميدل سيريبرال ارتري مش الانتيريور سيريبرال ارتري. وانت مين اللي باظ عندك؟ الانتيريور سيريبرال ارتري. اقول لك ايه رايك بقى ان الايد ممكن تتشل انترنال كبسوله ولكنها لا بعيد كمان عن الكبسوله. لو كبسوله ما تسدش يعني الكورتيكال بس ممكن يشيل الايد. اقول لك ايه ما تستغربش كتير لما تبعت في الاستروك يونت تلاقي واحد ايه يا جماعه عنده انتيريور سيريبرال ارتري اوكلوجن يقول لك اه هي رجلي المشلوله. وايه كمان بقى دكتور الحقني يا دكتور انا هتجنن. تقول له ليه يا استاذ ممدوح هتجنن؟ يقول لك لان المسدود عند الانتيريور سيريبرال ارتري ومع ذلك انا ايدي مشلوله. ازاي احنا ما خدناش كده في الكلاس؟ هيقول لك احنا ما خدناش كده زمان. الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي الجزء الفوقاني بس. انت عارف اللي هيموته انه هيتجنن فعلا. تقوم انت تطبطب عليه وتقول له ايه بقى؟ لا يا استاذ ممدوح انت رجليك باظت اتشلت بفعل الانفاركشن لانك سديت الايه؟ البلاد فيسل اللي بيغذيها. ولكن ايديك اتشلت بفعل الإديمة. لان لما بيحصل ثرومبوزس او امبوليزم في الارتري يبدا ينشع ايه يا جماعه؟ ينزل ميه. فتلاقي حصل ثرومبوزس فتلاقي فيه برين إديمة. تقوم الإديمة تتساقط على بقيه الاريات اللي تحتيها. عشان كده ما تستغربش كتير لما العيان يجي يقول لك ايه؟ دكتور انا ايدي اتشلت. اي اريا هنا بقى موجوده هنا ممكن كمان تبوظ. تخيل يا جماعه بس تبوظ بفعل مين؟ الإديمة. اسمع الكوميديا السوداء او بيسموها التراجيديا المضحكه. اسمع يا جماعه الموقف ده بس خليكم معايا بقى. يقوم يجي يقول لك ايه بقى؟ اسمع لان الموقف ده ساعات بيحصل كتير قوي. يجي يبقى العيان رجليه مشلوله وكمان ايه يا جماعه؟ ايديه مشلوله. رجليه مشلوله بفعل مين؟ الانفاركشن. لكن ايديه مشلوله بفعل مين؟ الإديمة. خد بالك الإديمة لو وقف في الشمس شويه إديمة على ميه. يعني لو وقف في الشمس شويه ايه يا جماعه؟ هينشف. تقوم ايديه ايه يا جماعه؟ ترجع تنشف. لكن الانفاركشن لا يمكن يروح. كوميديا السودا ليه بقى؟ لان انت ممكن تبعت في الاستروك يونت العيان داخل لك عنده هيمبليجيا. هيمبليجيا انتيريور سيريبرال ارتري اوكلوجن. رجليه مشلوله بفعل الانفاركشن عمرها ما هترجع. لكن ايديه مشلوله اول ما يتعرض للشمس وينشف هيبقى ايه يا جماعه؟ زي الفل. فبيجي استاذ ممدوح وهو قاعد الدكتور النص جسمه انشليت يا دكتور. فتيجي ربنا يسهل ونقول يا رب وان شاء الله هتبقى زي الفل واحنا نعمل اللي علينا وانت شايف احنا مش مقصرين خالص اهو. وقعد بقى ايه يا جماعه كده؟ يوم يجي على بالليل كده يجي ايه يا جماعه؟ الدكتور تشوف السعاده اللي هو فيها هو واهله. مره واحده هو بيحرك اول صباع كده ويبدا ايديه يا جماعه دكتور انا ايدي بتتحرك. شفت بقى طبعا ايدي بتتحرك دي على طول تلاقي يا جماعه وزغريت وتلاقيه فرحان كده. اقول لك يا دكتور بس على فكره رجلي لسه
تقوم انت طبعا تقول له ايه استاذ ممدوح هتبشر معاه بقى واحده واحده احنا مش كله هيجي يرجع مره واحده الحمد لله مش ديك حركه كده ثاني يا ممدوح حركه جامده طب ذوق ايدي كده لا 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 الحمد لله احسن كتير قوي يقول لك وتديله الامل تشوفه فرحان وتشوف اهله ايه يا جماعه فرحانين جدا بره وبتحزمهم يرقصوا وبعدين يعني خلاص وان شاء الله بقى النقطشيه جاهي يبقى معاك دكتور تاني الدكتور كذا 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 ان شاء الله برضه هيعمل اللي عليه ورجليك تبقى زي وانت عارف ان رجلي عمرها بقى ايه عمرها بقى ترجع لان الرجل بفعل ايه يا جماعه الانفاركشن انما الايد بفعل ايه اه بالظبط تقوم انت طالع لا بس لما تشوف فعلا فرحتهم وفرحه اهله بالذات والله العظيم بيبقى فعلا هين عليك الواد خدهم ايه يا جماعه في حضنك كده عشان دموعك تنزل ورا ظهرهم ايه ما تشوفش لان انت عارف اللي فيه هتلاقي العيال قاعد ومبسوط جدا واهليه اهله بقى مبسوط ازاي بقى وفي بنت حلوه معاه ولا حاجه لا مبسوطه جدا وخلاص يعني هو هيرجع والله فعلا بتبقى يعني متاثر قوي فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه ده على حسب جه امتى ولا ايه مش على حسب ده وارد انه يحصل مش على طول يعني هو الاصل في الموضوع برده بيقول ايه يا جماعه الاصل في الموضوع بيقول ايه اللي هو رجليه مشلوله انا بقول لك وارد انه يحصل اديمه لان حتى لو حصل اديمه ومش ماسك اديمه مش هيحصل الكلام ده كله بس بقول لك وارد يعني ما تستغربش كتير لما تلاقي ايدي اتشلت ما تستغربش كتير لما تلاقي عنده ابراكسيا ما تستغربش كتير لما تلاقي عنده ايه افيزيا او اجرافيا او كده مع ان اللي مسدود ايه انتيريور سيريبرال ارتري يقوم واحد فيكم الايه بتروح الاديما كده كده بتروح سبونتانيس لوحدها مش بالشمس طبعا بتنشف لوحدها بس لو كانت ماسف ولو كانت ماسف ده سرالي ابزوربشن لو كانت ماسف بتدي مانيتور مانيتور مع لاسكس بس السؤال بقى المهم طب لو انت سديت الايه يا جماعه الانترنال ايه طب بالظبط يبقى الاول فهمنا بس حته الايديم عشان ما تصغرش الايديم يا جماعه زي اللي بتحصل لما واحد عنده ضغط عالي انت لو عندك ضغط عالي اصلا وضغط عالي شويه ما بيعمل ايديم اللي هو فاكرين هايبرتنسيف انفلوباسي ايوه فاكرينها في الكارديولوجي هيبقى اللي قلت لك من الحاجات اللي بتصنع منك دكتور مشهور في ثانيه اسمع بقى الكلمه الجايه بس افهموا فتحوا دماغكم يا جماعه دماغ دماغ دي والله بص يا جماعه نظر حد يعني ما هو غير الحد بتاعنا اه الحد ما بقاش طب بص يا جماعه لا بس هي سهله قوي اهو ايه دي سهلة؟ هو انا عايز اسد الكابسولار برانش بتاع الانتيريور سيريبرال ارتري لا لا بص تقول سالني سؤال وفي شفه تقول له كده بينج بونج تكنيك قول له هو الطب بيقول ايه هو الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي ايه يقول لك الانتيريور ليمب قول له ايه التراكتات اللي بتعدي في الانتيريور ليمب يقوم قايلها لك قول له بواسطه بس كده اللي هو ايه يا جماعه بس فانت المفروض طبعا انت من اناتومي عارف التراكتات اللي بتعدي في الانتيريور ليمب عارفينها كويس قوي في الاناتومي زمان طب تعالوا نروح ادي كده ايه يا جماعه ادي كده ايه بصوا يا ولاد تعالوا نرسم الانترنال كبسول اهي بس ركزوا يا جماعه لان ايه دي الانتيريور ليمب ودي البوستيريور ليمب مش العكس بجد كويس لا العكس انت خايف انت الانتيريور لا ده البوستيريور العكس لا يا عم انا لسه اروح اعدي الكرسي وراه ده انا عايز اتكلم عن الانتيريور فالانتيريور ايه اللي بيعدي في الانتيريور شوف تفكيرك انت المفروض تفكر في حاجه واحده بس ايه اللي بيعدي في الانتيريور هقول لك حظنا حلو معظم الحاجات اللي في الانترنال كبسول ما بتعديش في الانتيريور بتعدي في البوستيريور تقول يعني الانتيريور فاضي اقول لك لا طبعا امال معمول ليه اللي بيعدي في الانتيريور البيراميدال بس ومش كله حته منه والله اكتب كده اللي بيعدي في الانتيريور ليم البيراميدال بس ومش كله حته منه يعني ايه يعني البيراميدال بينزل اهو طبعا عارفين بيراميدال كذا سن سلوك كتير اهو اسلاك 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 عشان بيغذي عضلات الجسم كلها مين اللي هيبوظ؟ هي السلكين اللي بيعدوا في الانتيريور ليمب. السلك اللي بيعدي في الركبه ده هيبوظ؟ لا زي الفل. طب السلوك اللي بتعدي في البوستيريور ليمب هتبوظ؟ لا. يبقى انت تسالني سؤال واحد تقول لي يا ترى يا هل ترى هما السلكين اللي بيعدوا في الانتيريور ليمب بتوع ايه؟ اقول لك اسمع بقى هو البيراميدال بيبقى نازل كده راس رجليه اهي ايديه السلك بتاع وشه بتاع وشك نزل في الانتيريور ليمب المفروض طبعا لو انتوا بقى فاهمين وانا بقول كده تقوم ترطم معنى كده ان الوش هيطير وايدك نازل برضه في الانتيريور ليمب هل كلها؟ لا اللي نازل في ايد بس الكتف بس شاف كتفه طب ايدك؟ لا نازله في البوستيريور ليمب ايه ده يعني مين اللي هيتشل؟ طبعا ما يهمنيش الوش سيبك من الوش دلوقتي لان قلنا الوش ايه يا جماعه؟ حته البيراميدال اللي هيتشل هيبقى ايه بقى؟ انتوا عارفين ايه يا جماعه؟ هو ايد بس هل الايد كلها يعني مونوبليجيا لا كتف بس
عشان كده يقول لك ايه يا جماعه الانتيريور سيلفرال ارتر اوكلوجن الكبسولر بينتج عنه ينتج عنه ايه يا جماعه ايد مشلوله وعشان تفتح قوسين كده واكتب كتف بس يعني ايه كتف بس يعني تدخل على العيان كده يقول لك دكتور انا دراعي تقيل قوي تقوم حاطط ايدك على كتفه وارفع كتفك كده ما اعرفش مش قادر يقعد يعمل اه اللي هو ايه يا جماعه قول له طب سلم عليا كده ممكن يمسك سلم عليه يفعص لك ايدك خالص الاخر بيدك انت مش مدي اخوانا انت فاكر واحد مشلول بقى سلم كده سلام رجاله كده ويسلم كده يقوم ممكن فعلا ايه يا جماعه ان هو قوي جدا هو قوي جدا ديستا لكن بروكسيمال ايه يا ولاد ضايع وعشان كده بقى يقول لك الانتيريور سيريبرال ارتر اوكلوجن الكابسولار برانش بيدخل عليك بايه يا جماعه كتف مشلول يقوموا يسموها ايه بقى فيشيوس كابيلر شفتوا بقى يا جماعه فعشان كده الطالب الغبي بقى المهرجان الهندي او طلبه المذكرات صفراء بيرجع في المذكرات الصفراء اللي مكتوب ايه ودي حقيقه فعلا هتلاقي مكتوب ما هو بصوا هتلاقي مكتوب ايه انتيريور سيريبرال ارتر اوكلوجن والطالب طبعا بيشمر وايه يا جماعه وادي يحفظ اهو بصوا بقى سيدي كورتيكال برانش اه بص كورتيكال برانش ايوه ما هو كورتيكال برانش بتاع الانتيريور سيريبرال ارتري نضرب الرجل عشان اضرب الحاجات اللي هو بيغذيها اللي هو بيغذي ايه الرجل الربع الفوقي يبقى رجل مشلوله وحاجات تانية كتير ايه الحاجات التانية كتير يبقى بوصهم في الامتحان الربع الفوقي مش حاسس بيها لوس اوف كورتيكال سنسيشن ممكن تشينج في الايه يا جماعه في المينتاليتي والبيرسوناليتي على فكره ساعات اريا رقم 8 ساعات ساعات كمان بتبوظ بس مش قوي طب الكابسولر 8 اللي بتاعت الكونجوجيت موفمنت اوف ذا اي طيب الكابسولر مين اللي هيبوظ الانتيريور ليمب الانتيريور الانتيريور ليمب ده يعني الانتيريور ليمب ايه اللي بيعدي في الانتيريور ليمب الابر ليمب اللي هو ايه يا جماعه الدراع مين اللي هيبوظ في الدراع الكتف ولا الايد الكتف بس واكتب كده واكتب بالعربي ارفع كتافك يا ممدوح بريك اللي هو الكتف سلم عليا يسلم بريك اللي هو الكتف فيشو بيركيال او فيشو سكابولر الطالب اه طبعا ريتن او ريتن هقول لكم دلوقتي تيجي ازاي بصوا بقى يا جماعه الطالب المهرجان الهندي بقى لسه ما كملتوش بيعمل ايه يفتح مذكرات صفراء كورتيكال برانش يحفظها كابسولار برانش يحفظها يوم يلاقي في المذكرات صفراء في عنوان تالت مين ستيم يوم الطالب الغبي يحفظها برضه يا ابني ما المين ستيم انت هتعمل ايه هتجمع ده على ده جمع الكورتيكال زي دي يا جماعه مين ستيم يعني انت غذيت الايه الانتيريور سيريبرال ارتري نفسه قبل ما يطلع الكورتيكال والكابسولار معايا عشان كده يا جماعه انا فعلا بشوف ساعات طلبه من دول طب ده يا جماعه يعني هيعمل ايه في الحياه بعد كده اللي هو قاعد بيذاكر كورتيكال وبعدين كابسولر وبعدين مين ستيم يا ابني المين ستيم اجمع الكورتيكال زي دي يا جماعه بس العيب مش عليه العيب على المذكرات الصفراء فعلا تقوم عملوا ايه كورتيكال كابسولر مين ستيم مين ستيم جمع الاثنين طب ما تيجي نجمع رجل مشلوله زي ايد مشلوله اه طب بقول لكم احفظوا المين ستيم هو يبدو برده انهم لهم رؤيه اكتر اللي بصوا يا جماعه رجل مشلوله ايد مشلوله حد يجمع كده مين كان علمي هنا اجمعوا بقى كده ايدو رجله مشلوله مشلوله ايه ابني وانا بقسم ايد رجل تروح معايا رجل وايد تم مشلوله بس خد بالك بقى هنا بليش جاي ايه الرجل مشلوله والايد مشلوله بس ايد كتف بس ودي يقول لي ينزلوا اهو مش حاسس بيها مش حاسس برجله صح وتشنج في البيرسوناليتي يبقى انا جمع يبقى دخل عليك واحد خال بقى انت بقى بالممارسه تبقى واقف في الاستروك يونت يوم يدخل عليك ممدوح مالك يا حاج ممدوح اسمع بقى الكلمه دي يقول لك رجلي مشلوله ومش حاسس بيها وايدي مشلوله بس حاسس بيها وتشنج في البيرسوناليتي قول له روح انت انتيريور سيريبرال ارتري من استم هنا بقى الذكاء ان انت بسرعه بقى تلقطها شوف تاني اصل ما ناخد كل الاوكلوجن ممكن تلاقي نفسك بتلخبط بس حقا لما تلخبط مش مشكله اهم حاجه تكون فاهم الزتونه جايه منين فالانتيريور سيريبرال ارتر كورتيكال برانش هتبوظ الايه يا جماعه الربع الفوقاني الكابسولار برانش هتبوظ ايه ايه اللي بيعدي في الانتيريور ليمب البيراميدال كله لا حته من الراس والكتف الراس والكتف بس فكتفه فعشان كده يقول لك ايه بقى يقول لك ايد مشلوله كتفه كتف بس لكن بيسلم عادي يبقى دخلت بقى في الاي سي يو تاني لقيت واحد طب ما تكتب الكلمه دي بالعربي لقيت واحد عنده هيمبليجيا رجليه مشلوله ومش حاسس بيها ايديه مشلوله كتف بس وحاسس بيه وتشنج في البيرسوناليتي ده الانتيريور سيريبرال ارتر اوكلوجن دكتور حاسس ليه؟ لأن مفيش أي حاجة في سنسيشن اهو، السنسور ما بيعديش هنا خالص. اللي بيعدي هنا برامدل بس، برامدل بتاع الموتور سيستم. ده ما بيجيش في الامتحان أوش. اللي بيجي في الامتحان إيه هو بقى؟ ميدل سيريبرال أرتر أوكلوجن. احنا عايزين حاجة بس يا جماعة كده، طب حد يجيب منديل حد. منديل وخلاص مش مشكلة منديل. هات منديل. يعني هو إيده كافي بيبقى سليم الوحيد فيهم. الإيه؟ كف الإيد هو الوحيد اللي سليم. آه إنما كتفه مش سليم.
معايا ابتدى معايا ولا هاتش حسان انت بتطلعي ورق برضي مفيش يا بنت خلاص مش عيب على فكره مش عيب بصوا يا جماعه ميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن برضه الطالب الاحمر ميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن اولا ميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن بيجي في الامتحانات اكتر ايش معنى لان الميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن دايما بيسموه ايه يا جماعه ارتري اوف امبوليزم يعني انت لو مكتوب لك في يوم من الايام يجي امبوليزم في دماغك ان شاء الله انا بقول لك اهو دلوقتي وبفتكر في الكلمه دي هيبقى ميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن لان الميدل سيريبرال اوسع الامبولاس تزفلط فيه على طول وتزحلق فيه على طول فبيبقى هو ده الارتري اوف امبوليزم فعلا غير بقى في الامتحان كومن ليه لانه بيغذي حاجات كتير قوي يلا ميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن هتقول ايه اول حاجه كورتيكال ولا كابسولار نبدا بالكورتيكال هو بيغذي ايه الطب بيقول ايه بيغذي الثلاث ارباع التانيين يعني الوش والمدين ده كل بقى ايرياتك كلها اللي احنا قلناها في اول حصه ده انت بوظها كلها ما تحفظهاش انما ما انت عارفها ولا في حد قاعد ما يعرفش الايريات اللي هنا بس قلنا دايما تبدا بايريا رقم كام أربعة. تعالوا كده نرسم ايريا رقم 4 هو ايريا رقم 4 كلها لا رجله التالت ده الجزء التحتاني بس وش وكده صح يبقى اذا بالراحه جدا بقى نكتب ايه يا جماعه ايد مشلوله ومش حاسس بيها لان ايريا 1 2 3 برضه هتبوظ يبقى ايد مشلوله واكتب بالعربي كده ومش حاسس بيها وطبعا لما اقول مش حاسس بيها انا اقصد الكورتيكال سنسيشن بس هنا بقى وحاجات تانية كتير ايه بقى الحاجات التانية كتير ده يبقى طالب والله العظيم سافر اللي يرجع برضه يفتح المذكرات صفر وحاجات تانية كتير زي يقعد يحفظ انا مش عارف بقى يا جماعه يعني خلاص بقى انتوا المفروض فاهمين بقى حاجات تانية كتير اللي هي ايه يا جماعه ما انت حافظ اللي هي بوظ براحتك يعني ايه بوظ براحتي اختار اللي انت عايزه بري فرونتال افيزيا اجرافيا هي بتاعه الزمالك بمناسبه بتاعه الزمالك ابراكسيا صح اليكزيا اوديتوري هالوسينيشن اي حاجه بقى بس اوعى تقول اوكسيبيتال هالوسينيشن او فيجوال هالوسينيشن لان دي موجوده في الاوكسيبيتال لوب طب معايا ولا مش معايا فيس بس انا بس واحده واحده ما انا اهو بس المهم انت هتكتب ايه يا جماعه اي حاجه ايه السؤال بقى عشان المذكرات الصفراء هقول كلمه دلوقتي بس هي مش مهمه كلام ليك بس انت لو رجعت تذاكر النهارده لو رجعت تذاكر النهارده وشفتها ممكن تتجنن وانت قاعد بصوا بقى يا جماعه تيجي تقرا في المذكرات الصفراء يقول كاتب لك ايه وهمون مصر يعني انوبيا تقوم انت طول وانت قاعد هومون مصر يعني انوبيا انت قاعد بتذاكر انا عايزك تتخيل منظرك وانت بتذاكر وقعد تفتح كتاب كده وجنبيك ايه يا جماعه فنجان القهوه وقاعد فجاه وبراءه الاطفال في عينيك وقعد بقى تسال نفسك هو الطب بيقول ايه بيغذي الحته دي فيبقى ايد مشلوله وحاجات ثانيه كتير وابراكسيا وتقول كل الاريات اللي هنا تقوم تفتح مذكرات صفراء تلاقي كاتب لك هومون مصر مانوبيا ازاي؟ هومون مصر مانوبيا يا جماعه ده المفروض هومون مصر مانوبيا تحصل امتى؟ لو بوظت ورق هو ما بيغذيش ورق اصلا ده هو بيغذي الايه؟ الاربع خماس اللي قدام النين وهنا بقى لازم تفهم حاجه مين المسؤول عن هرمون اللي يعمل هرمون ميانوبيا او المسؤول عن نظرك انت بتشوف في ايه اريا رقم 17 اللي موجوده ورا لكن هو عينيك فين اهي صح هي العين كانت هنا فعلا على فكره انت اول ما اتولدت العين هنا انت ما بتعرفش المعلومه دي كانت هنا فعلا وبعدين بس انت كده مش هتشوف فسبحان الله قعدت تنزل 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 لقيت في حفرتين هنا استقرت فيها عشان كده دايما يقول لك العين جزء من الدماغ بس نزلت لتحت شويه فهو مكانها الطبيعي كانت هنا كده اهي طب هو سؤال انت بتشوف بعينيه اللي انت شايفه ده بيوصل لاريا رقم 17 ورا ازاي بلوتوث هيوصل بيوصل ازاي بجد وايرلس ما كانش لسه اصلا البلوتوث الوايرلس يعني هيوصل ازاي يا جماعه بيوصل عن طريق ايه بقى مين يقول عن طريق ايه عن طريق سلك يا طب السلك ده بيعدي فين بيعدي في الحته في المنطقه بتاعه الميدل سيريبرال عشان كده لما تقرا تلاقي هومون مصيم انوبيا ما تشد في شعر وما يجيلكش ميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن وانت قاعد طب ازاي وهو بيأثر هو على فكره بيعدي بس خد بالك بقى بتوع النيورو قال لك كده الطلبه مش هتلخبطوا عايزين نلخبط الطلبه شويه هم قاعدين كده على القهوه قال لك نلخبطهم ازاي ده طلبه اولاد لذينه ومش عارف ايه قال لهم نلخبطهم وانا شايف ان الحركه دي انا شخصيا شايف ان الهدف الوحيد منها انه يلخبط طلبه النيورو ويخليهم يتعقدوا من النيورو ما ذاكروش النيورو اصلا انت عارف ايه اللي بيحصل بقى يا جماعه يوم يحصل شوفوا بس الكلمه دي السلك اهو يعني بس هو بس هنا ايه بقى كلمه فاضي احنا قلنا بقى هو مصر معنوبي قبل كده يعني نص مجال الرؤيه راح تمام معايا بصوا بقى يا جماعه ادي السلك اهو حركه ما لهاش اي تفسير علمي غير ان انتوا ايه تتلخبطوا وهتتلخبطوا دلوقتي السلك اهو
في هذه الاريا رقم 17. هو لو شلت واحد كده وانت قطعته بيحصل ايه؟ نص مجال الرؤيه بيروح. ليه نص مجال الرؤيه بيروح؟ لان في واحد هنا وفي واحد ايه برضو واحد هنا. يوم بتوع النيور اقول لك لا احنا هنيجي كده ونقوم نقسم السلك اتنين ويبقوا اتجمعوا تاني هنا. طب هو انت منين افترقت ومنين رجعت؟ شفت الحركه دي؟ انتوا منين افترقتوا ومنين رجعتوا تاني اهو معايا؟ تحس ان الحركه دي مالهاش الا مغزى واحد بس. ايه هو يا جماعه؟ يلخبط الطلبه. ليه بقى؟ لان قال لك ان انت عندك نص السلك ده طلع فوق يمشي في البرايتال ونص مشي في التمبرال تحت تمبرال لوب. او احيانا بقى ده بس اللي يبوظ. واحيانا ما هو مش لازم يا جماعه انت عندك اوكلوجن يبقى كل الاريات راحت. ما تبقاش يعني اللي هو حافظ كده ومش فاهم. على حسب الحته اللي باظت ايه. ما في كولاترالز كتير. فيقول لك بقى ساعات ده بس اللي يبوظ وساعات ده بس اللي يبوظ. سؤال يا جماعه، هما لو الاثنين باظوا بيحصل ايه؟ هما ما سمعناش بيها. طب سؤال الاذكياء فقط، طب لو واحد فرده بس اللي باظت ربع مجال الرؤيه بيروح. او من اسال السؤال بقى اللي جابه يبقى فعلا جامد جدا، هو هومونوماسي مالوبيا لو الاثنين باظوا. طب لو واحد باظ لا هومونوماسي مالوبيا نص مجال الرؤيه. انت عايزك النظر يروح خلاص؟ لا في الناحيه الثانيه. ماشي. انا بتكلم عن ناحيه، انا بتكلم على عين صح؟ انا بتكلم على عينين. هم هومونوماسي مالوبيا هم اللي بقى في عين منهم شايفه. بس شايف، شايف على فكره في عين شايف. بص كل عين شايف. انت عارف انت شايف دي شايفه؟ شايفه في ايه؟ اه اهو في النص بتشوف. ايوه شايفه مش شايفه نص الناحيه الثانيه سريعه. البلاي العين اللي في النص دي فين دي؟ بصوا بقى يا جماعه، لو انت بوظت فرده واحده ربع مجال الرؤيه هيروح. سؤال الصعب بقى واللي يجاوبه والله العظيم ياخد جنيه. العين الثانيه. انهي عين؟ انهي رؤيه؟ انت ايه يا جماعه؟ هما العينتين مشرقين. العينتين 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 يعني لو لفت اللي فوق هيبقى ربع تحت. هيبقى ربع تحتيني عشان بيحصل اوبتيك ديكستيشن في كاس. جنيه بقى جنيه بقى. والله انا مش فاكر ولا جنيه. لا لا كل شيء اللي هو انت فاهمه. انت فاهمه اللي يعني. بص يا جماعه في قاعده حطوها في الاناتومي زمان، في الاناتومي زمان. طب اسمعوا بس الكلمه دي يا جماعه. يقول لك ايه؟ يقول لك ان. طب اكتبوا الكلمه دي يا جماعه، اكتبوا الكلمه دي. احنا عايزين نفهم. هقولها بس اكتبوها هتفهموا. انت بتكتبها هتفهم. يقول لك الفايبر اللي فوق لو باظت الربع مين اللي بيبوظ؟ الربع التحتيه ده يروح هنا وهنا. ولو الفايبر اللي تحت الربع الفوقاني هيروح اللي هو ده. ليه بقى؟ لان الكلمه اللي هقولها لك هتخلص دلوقتي. سيبك بقى من ديكاستيشن دلوقتي لان احنا لسه ما خدناش فيجوال بصري. من الاخر يقول لك ان الفايبر عكس الفيلد. او اكتب الكلمه دي. ان الفايبر بالعربي مش بالانجليزي. ان الفايبر عكس الفيلد. من غير ما تشغل دماغك بقى وتفضل ايه وتفكر لي وحصل ديكاستيشن اوبتيك كازما. بص يا ابني ان الفايبر وعايزكم انتوا تنزلوا في الشارع دلوقتي والله كله ان الفايبر عكس الفيلد. ان الفايبر عكس الفيلد. وتفضل ايه يا جماعه؟ كده وبعدين لو خدنا اليوم مورس راجع لهم ان شاء الله باذن الله. ان الفايبر عكس الفيلد. ان الفايبر عكس الفيلد. معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ يعني ايه ان الفايبر عكس الفيلد؟ يعني من غير ما تشغل دماغك لو الفايبر اللي فوق باظت الربع التحتاني الفيلد التحتاني هيروح. ولو الفايبر التحت الفيلد بتاع الفوقاني هيروح. طب استنى استنى لما نيجي ناخد الفيجوال باسوي هقول لك. طب ولو النيزر فايبر باظت يبقى التمبرال فيلد هيبوظ. من غير ما تقعد تفكر هو هي كلمه تخلص الفيجوال باسوي. ان الفايبر عكس الفيلد. ان طب قولوا ورايا كده. ان الفايبر ايه يا جماعه؟ عكس الفيلد. بس كده. فيقول لك ده كده ليه؟ انا هقول لك دايما تشغل دماغك انت فكرت فكرت تشغل دماغك اما تاخد الفيجوال باسوي هتعرف ان فعلا في ديكاستيشن. يعني دايما في ديكاستيشن عند الاوبتيك كازما. عند الاوبتيك كازما بيبقى في ديكاستيشن. فهو عشان كده يا جماعه دايما انت اللوجيك كده ان الفايبر عكس الفيلد. الفايبر اللي فوق باظت يبقى الفيلد اللي ايه يا جماعه؟ يعني لو واحد عنده الفايبر اللي فوق هنا باظت هيبقى مش شايف الربع مين؟ نزل فين؟ اه مش نزل. ما حددتش نزل. انا قصدي التمبرا اللي هو اللي هنا يعني. تمبرال لوب مش تمبرال معايا. طب لو الاثنين دول باظوا بس النص هم ما سمعوا الحته دي يا جماعه هي مش مهمه على فكره. طب انا بقولها ليه؟ عشان سكيور. وقصده ليه؟ وقصده ليه هم دول عشان الناحيه دي عشان ما فهمت؟ ايه يا جماعه؟ عندنا هم تو هم السيرس
طب سؤال لو انت نسأل سؤال دلوقتي بقى اللي هيجاوبه هياخد 2 جنيه هياخد الجنيه اللي والله هياخد 2 جنيه بص يا جماعه بص يا جماعه مش فاهم الجدول ده تمام مش عاملينه لا في حد مش فاهم يا جماعه خلاص ليه يا جماعه الاي ايه اللي مش فاهمينه في الاي بالظبط اصل الحته دي سهله يا جماعه مقتنع انها سهله والله ايه اللي مش فاهمينه بالظبط النيورو يا جماعه انتوا ضايعين في حالي فالمهم بص يا جماعه كل المشكله ان انت بتسال نفسك هو الارتري ده بيغذي ايه الحته اللي بايظه انت بتبوظها يعني الحته اللي هو بيغذيها انت بتبوظها بس فالعمليه مش محتاج طب بص يا جماعه الكابسولار برانش بتاع الميدل سيريبرال ارتري الكابسولار برانش بيغذي ايه بقى كله بيغذي الانترنال كبسول كلها بتاع الدورسال كل حاجه معايا ولا مش معايا وما دام بيغذي الانترنال كبسول كلها يبقى الكابسولار برانش لما يبوظ هيحصل كله ضرر كابسولار ريمبليشن اللي هو اللي احنا قلناه في كابسولار ريمبليشن ما هي كابسولار ريمبليشن انت كنت بتغذي الانترنال كبسول كلها يعني كل اللي هي يبقى ما برضه الطالب الغبي يا جماعه انا بقول لكم بينه وبينكم بقى بينه وبين الاخر من الاخر النيورو لو واحد اي كيو بتاعه قليل شويه ما فهموش والله ما فهم او بيعاني فيه ليه اقول لكم ليه بقى لان الطالب ده بيعمل ايه يا جماعه انا اقول لكم يفتح مذكرات صفراء كابسولار برانش اسمع بقى هتلاقي مكتوب ايه كابسولار برانش هتلاقي مكتوب 3 4 يا ابني ما هو كابسولار برانش هتلاقي انا كاتب ايه بقى كابسولار برانش مش كاتب حاجه اصلا كاتب زاسيم اس ايه يا جماعه كابسولار بليج اللي هم 6 صفات لان شايف ان انا ما اقدرش ان انا اقول لك 4 صفات من السته يقول لو الطالب غبي بيتذاكر يفتكر ان هم الاربعه دول بس هما نفس الستة بتوع الهيمبليجيا واللي انتوا اكيد حافظوهم صم اللي هما كان الانسان او العيان بينظر الى الدكتور نظرة ايه؟ حسرة وحزن اللي هما الست صفات اللي هو كان واحد كومبليت هيمبليجيا فروم ذا ستارت ورقم اتنين كانت ايه يا جماعة؟ كله راح نص جسمه مش حاسس بيه وهرمونه ماسيمانوريا برضه ونو 3 سي انا ما قلت لك نو سي 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 وقلت لك انا حتى ما اقدرش اقولها بالثاني وقلت لك وبعدين مش عارف ايه نص وش التحتاني بيروح فاكرين الكلام ده يا جماعة؟ عشان كده بقى لما تيجي تحفظ كابسولار برانش فين الكابسولار اهو شفت الكابسولار اهو 5 مكتوب 5 انت ممكن بقى لو واحد غبي بيذاكر يعمل ايه يا جماعه يقوم مذاكر 5 دول هم نفس الايه فانت تشوف على الكلام ده كله واكتب لايك الايه الكابسولار ريمبليشن حتى لو انت مش عارفها دلوقتي ما في طلبه اكيد قاعدين دلوقتي ممكن مش مذاكرين ليه اوبتيك تيرف دلوقتي ده مش اوبتيك لا ده الفيجوال بس هو عموما بس ليه اللي بقى فده كده بص يا بنتي بصي ما تدخليش بنيورو سيبكم فالمهم ايه يا جماعه ده كده اللي هو ايه يا اولاد ده اللي هو سؤال طب المين ستم لو انت سديت المين ستم تعالوا بقى ايه مين ستم هتيجي تجمع الكورتيكال هو راجل على مشتول وكل حاجه بتاعه الكابسولار كان ايه مشتول هيمبليجيا هيت كورتيكال وراجل الميدل ده مشتول مش دي هيمبليجيا هل كان فيها كورتيكال مانيفيستيشنز او اي حاجه لا ده نو 3 سي يعني نو كورتيكال مانيفيستيشنز نو كوما طيب لو مين استنوب اهي اللي هي هنشيل ال 3 سي اللي هو مين ارتري اوكلوجن الجزء ده طبعا الجزء ده يا جماعه مجرد انه يتكتب غلط لان ممكن طالب اي كيو شمبانزي وبيقعد يحفظ الكلام ده هو مين ارتري اوكلوجن اجمع الاثنين يعني ايه هتجمع الاثنين يلا نجمع وهنا هيبقى بقى الطالب الغبي الاي كيو شمبانزي اللي والله هقوم قايل له بص يا ابني انت هتخش من غير نيورو هيبان دلوقتي الطالب الغبي اول اي كيو شمبانزي تعالوا نجمعوا كده يا جماعه ايد زائد ايد ايدين شوف حرفها بس اهو ايد مشلوله وهنا ايد مشلوله ايد زائد ايد ايد واحده رابعه نفس الايد نفس الايد يا جماعه مش ايدين اللي هو الايدين مشلولين هم نفس الايد اصلا انا فالمهم ايه لا يبقى المين اوكلوجنز ايد وايد ايد وايه اجمع بقى انزل ورجل لو ايد ورجل بس ده الكبسولار لغايه دلوقتي صح ولا غلط زي الكبسولار بالظبط بس جمع كده نزل هتلاقي هنا مشلوله عارف يعني ايه يا جماعه عارف عشان كده يا جماعه بتاع النيورو ممكن يتلعب بيك في الشفا وازاي بقى في العملي حالتك ايه يا ابني تقول له كابسولار هيمبليجيا ومعظم الحالات انت اكيد شفتها في العملي كابسولار هيمبليجيا صح ولا غلط قول لي يا ابني كده كابسولار هيمبليجيا الصفات بتاعتها ايه تقوم انت تقول له ايه تقول له يا دكتور نظره حسره وحزن ايوه يعني ايه حسره وحزن دي قول له يعني بشكل من 6 حاجات ايوه يا حبيبي يعني ايه هما 6 حاجات قول له رقم 1 كومبليت هيمبليجيا يقول لك من الاخر يا ابني هل في كورتيكال مانيفيستيشنز قول له لا قول له يا دكتور انا كلامي واضح ولا مش واضح 3 ايه نو 3 سي نو كورتيكال مانيفيستيشنز ولا كوما ولا كونفشن يقوم هو على طول اول ما تقول السؤال ده يعمل ايه يا جماعه حزن رفع نظارته ونفخ دخان ايه سيجاره في وشه
ويلف حواليك كده نص لفه ويحط ايده على كتفك. انت هتجهز اقول له فيها الجو الرعب يقوم هو قايل لك ايه؟ امتى يبقى في كورتيكال مانيفيستيشنز؟ ايوه قول له بص بقى يا دكتور عايز ايه؟ يقول لك امتى يبقى في كورتيكال مانيفيستيشن؟ قول له يا دكتور لو مين ستيم. اول ما تقول له لو مين ستيم قول له مش الكبسولر بقى بس المسدود ده كبسولر وكورتيكال كمان. طبعا ما فيش واحد عنده كبسولر وكورتيكال الاثنين هيتسدوا. ما هو معنى كده انت سديت ايه يا جماعه؟ مين ستيم مش معقوله بقى يجي امبولاس هنا وامبولاس هنا يبقى عيال نحس يعني. فالمهم ده كده يا جماعه موضوع النهارده والله ما بتذكر هو بيستوعب ايوه انا كنت سالت صح انا كنت قلت المره فاتت هو انا قلت انتوا برضه لسه مش عارفينه قلت والله جاوبته ولا ما جاوبتوش مارش الاجابه اللي هو امتى بقى يبقى في كورتيكال مانيفيستيشنز بس خلينا لو كنت قلته الحصه اللي فاتت والله لو اتشقلبت ما كنتش هتعرفوه اذا كان انا قلته النهارده انتوا لسه مش عارفين دلوقتي عيب بقى كل القصه بس يا جماعه من غير مقاطعه ومن غير كلام لان انا مش عارف انتوا برضه مش فاهمينها مش عارف ليه بصوا يا دكاتره هنعيد بقى من الاول خالص بصوا يا دكاتره كل اللي اتقال بقى النهارده بس ايه وسعوا يا جماعه جماجمكم شويه محدش يتكلم يا جماعه بقى خالص وركزوا معايا ومحدش يقطع برضه لان احيانا المقاطعه بتخلي الباقي ما يفهمش فانتوا خليكم بقى معايا بصوا يا ولاد هنبدا ادي كده سيريبرال سبينا وهنبدا بالمصدر الامامي ولا المصدر الخلفي؟ الامامي المصدر الامامي ده اللي هو انتيريور سيريبرال ارتري وايه يا جماعه؟ ميدل سيريبرال ارتري نبدا اول حاجه بالانتيريور سيريبرال ارتري ما دام سيريبرال يبقى اي ارتري سيريبرال في الجسم كورتيكال وكابسولار هو الكورتيكال نبدا بالانتيريور سيريبرال ارتري الكورتيكال بتاعه بيغذي ايه يا جماعه؟ حلو الكلام بس يبقى انت هتبوظ الربع الفوقاني لو سديته الربع الفوقاني ده اللي فيه ايه يا جماعه ابدا بايريا رقم 4 ايريا رقم 4 هل كلها بتبوظ لا يبقى اذا ايه يا جماعه رجلي مشلوله بقولكم يا جماعه حد يكتب الحصه النهارده بالعربي ونزلها اه والله والله بالعربي كده رجلي مشلوله حلو الكلام وين واحد اثنين ثلاثة برضه هتروح الحتة الفوقية ومش حاسس بيها بس طبعا مش حاسس بيها المقصود بيها ايه يا جماعة؟ كورتيكال كورتيكال ايه يا جماعة؟ مانيفستيشن وفي نفس الوقت ممكن يحصل تشينج فين؟ ممكن يحصل حلو الكلام؟ أنا قلت إن بيه كده عابرة إن أحيانا الإديمة ممكن تعمل حاجات تانية كتير بس سيبك من الحتة دي لو هتلخبطكم واضح ولا مش واضح؟ طب يلا بقى الكابسولار هي الكابسولار الكورد الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي ايه يا جماعه الانتيريور ليمب بس مين اللي بيعدي في الانتيريور ليمب البيراميدال بس مش كله حته منه مين السلكين اللي بيعدوا في الانتيريور ليمب بتاع الوش وبتاع الكتف وعشان كده ما هو الكتف لما تبوظ برضه اسمها مونوبليجيا بس لازم تقول بروكسيمال اكتر من ايه يا جماعه اكتر من ديستال بروكسيمال المقصود بها ايه يا جماعه ساعات في الام اس كيو يجي يقول لك ايه انه في الكابسولار برانش اوف انتيريور سيريبرال ارتري فان بيبقى الابر ليمب في مونوبليجيا بروكسيمال اكتر من ديستال صح تعرف ان في طلبه بيبقوا حافظينها كتف مشلول وايد مش مشلوله وهو نفسه ما يعرفش يجاوب السؤال ده هو لعبت له بس بروج بدل ما تقول له كتف بروج والله في طلبه كده اقسم بالله بروكسيمال تلاقي مش عارفها على فكره انت لو كنتوا فاهمين انا اقصد ايه كنتوا طلعتوا بان بي دلوقتي تاريخيه تاريخيه اقسم بالله لو فيك واحد فيلسوف ان بي ممكن فعلا تاخد نوبل والله لان بي اللي هقولها دلوقتي ان بي بتقول ايه بقى والله انت صدقت شكلك والله فعلا لا لا والله ترتب فقط انت هتاخد عين دلوقتي ترتب وكده ما هي يعني صعبين فالمهم بص يا جماعه بترتب هات الجنيه بص يا جماعه ايوه شفتوا الان بي دي بقى ان كل حالات البيراميدال اي بيراميدال ليجن قلت الحصه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت ان بيبقى ديستال اكتر من بروكسيمال ديستال بايس اكتر من بروكسيمال نعم ما عدا الحالة دي الحالة الوحيدة برافو عليك يا ما عدا شوف شكري بقى جاوب عليه قال لك ما عدا ما عدا ايه بقى شكري ما عدا ايه الانتيريور سيريبرال ارتر اوكلوجن الكابسولار برانش كابسولار لما تبوظه ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ما هو بيراميدال اهو قطعت بيراميدال ومع ذلك ده بقى اللي ماشي في الشارع يقول لك ايه؟ هي البيراميدال المقطوع ده بيتجنن والكتف مشلول المفروض دول تميكس على فكره بس هو هنا بقى ميكس عادي عايزك تقول تاني ليه؟ هو اي حد بيقول اني بهيء وانا معايا واقف اي حد يقول اني بهيء ده ناقص شكري يقول لي ما انا قلت ما عدا ياخد جنيه. بص يا جماعه. طيب نجمع بقى الاثنين مع بعض. اجمعوا كده الاثنين مع بعض خلاص اللي هو المين بلان المين ستيم هتجمع الاثنين مع بعض. اللي بيجي في الامتحان بقى هو الميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن وركزوا معايا. ميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن برضه في كورتيكال وفي ايه يا جماعه؟ كابسولار. الكورتيكال بيغذي ايه؟ هو الطب بيقول ايه؟
بيغذي الاربع ثلاث اربع تحتانيين من اربع خمس قدامين. سيبك من كلام المتعوص ده، بيغذي الحته دي. الحته دي بوظ بقى الحته دي، هتبوظ ايه يا جماعه؟ اريا رقم اربعه. هل كلها؟ لا، الجزء التحتاني بس اللي هو ايه يا جماعه؟ ايد مشغوله. طب وايه كمان؟ ومش حاسس بيها. وايه كمان؟ انت وضميرك. حاجات تانيه كتير. حاجات تانيه كتير مش ترجع تحفظها. مش روح افيزيا وابراكسي وانا ما اعرفش بقى هو كاتب ايه هنا، هو يكتب اللي هو عايزه. انما انت باسلوبك انت افيزيا واجرافيا وابراكسي، بس امتى الافيزيا تحصل؟ لو كانت فين؟ في الدومينانت الصغير. يعني لو واحد بص يا جماعه، لو انت عندك الميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن في الجانب اليمين هو اللي اتسد، هل هيحصل لك افيزيا؟ ما هي اريا 44 مش موجوده في الدومينانت ميسفير. واضح ولا مش واضح؟ طب الكابسولار برانش بتاع الميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن، ايه الكابسولار برانش يا جماعه؟ هو اللي انتقل الكبسول كلها اللي هو الكابسولار ميبليشن. عشان كده الشبه بقى على الكلام اللي هنا واكتب بتساوي كابسولار ميبليشن. اللي هو العيان بينزل الدكتور نظره ايه يا جماعه؟ طب المين ستيم؟ هو عيان بيذاكر مين ستيم خالص. المين ستيم بتجمع الاثنين على بعض، بس ايده وايد ايه يا ابو حميد؟ ايد واحده يا جماعه نفس الايد. مش تقولوا ايدين مشلوله الناس تضحكوا علينا يعني. طب اشوفكم فاهمين ولا لا؟ دكتور عندي سؤال. طب هكمل الحته دي بساله، لان الحته دي فعلا مترتبه على الكلام ده. يقوم بقى الطالب المهرجان هندي، طالب المهرجان الهندي بقى يعمل ايه؟ في المذكرات صفراء يرجع يلاقي مكتوب ايه؟ والله هتلاقي مكتوب الكلام ده برضه. هو لازم يتكتب طبعا، انا بهزر، هو لازم يتكتب، بس عيب انك تذاكره، هي دي الفكره. يوم يجي يقول لك ايه بقى؟ اسمع الطالب ده، ذاكر الانتيريور سيريبرال ارتر اوكلوجن وذاكر الميدل سيريبرال ارتر اوكلوجن. هو نفس ذات الطالب اللي تساله بذاكر من نفس ذاتي كتير، وتيجي تساله انت بذاكر ايه دلوقتي؟ يقول لك بذاكر بقى لو سديت. طب لو سديت ايه؟ الانترنال كاروتيد كله من السم، بس ايه الانترنال كاروتيد كله؟ يعني من قبل ما ايه يا جماعه ينقسم اتنين هنا للحركه اللي احنا قلناها اللي عامله زي الكماشه دي. لو سديته كله ايه اللي يحصل؟ اجمع الميدل مع الايه يا جماعه؟ مع الانتيجن. يعني ايه بقى؟ يعني انت عارف ايه اللي هيبوظ؟ الانترنال كبسول كلها هتبوظ ولا لا؟ هو الميدل لوحده اصلا يبوظ الانترنال كبسول كلها؟ يعني كلها باظت. طب والجزء ده؟ الاربع اخفاس القدامين كلهم باظت. طيب بيسمع بس. لا بس هنزود كمان، هيبقى عنده حاجه كمان. ايه بقى يبقى عنده يمين يقولها؟ ايه؟ هتزود حاجه كمان تحصل للعيان ده. ايوه برافو عليك. عين هتتشل ازاي؟ ايوه. طب اسمع بقى السؤال بقى، اسمع السؤال ده يا جماعه عشان ايه؟ لو الانترنال كاروتيد اليمين ده، اسمعوا بقى عشان الطالب الاي كيو شمط زي بان دلوقتي، الانترنال كاروتيد اليمين ده اتثبت. العين دي هتتشل والجنب ده اللي هيتشل. بقول لك العين دي هتتشل والجنب ده هيتعمل. اي كلام والله النهارده. حاجه والله النهارده. بص يا جماعه، الانترنال كاروتيد ده باظ يا دكاتره. هتشلوني في الاخر. الانترنا كاروتيد ده اهو، ده اتسد. العين دي ايه يا جماعه؟ هتتعمل. والايد والرجل الاوبز سايد هتتشل. نفس الكلام. بس فاهمه يا بنتي ولا مش فاهمه؟ انت فاهمه بجد؟ فهمت احنا النهارده؟ نص نص. معايا المصدر الخلفي انا ما اقدرش اقوله بقى غير لما ناخد بريك. لان بالطريقه دي انا حاسس ان انتوا بس يا جماعه انا شايف حاجه. عارفين يا جماعه عارفين. بس فهمنا والله. انت لو فاهم حاسس النهارده فرق ما تذاكرش. انت هتذاكر فرق اناتومي بس. والله يا بنتي. انا كده معايا ليلى ولا ايه؟ اسمك ده. فالمهم ده كده. فبصوا بقى يا جماعه. ده المظهر الامامي، تاخدوا بريك شويه وبعدين نكمل. المظهر الخلفي. سألني. هو ليه المصدر الخلفي يا دكاتره؟ الفرتبرو بازلر شكله بيبقى عامل ازاي؟ الفرتبرو بازلر ده وسعوا بقى دماغكم معايا. بصوا يا دكاتره، بصوا بقى يا جماعه ركزوا معاك. عندنا في اسمعوا معايا الكلمه دي، فيرتبرال ارتري يمين طالعين في الرقبه. على فكره اللي ما بيركزش في اول دقيقتين مش هيفهم حاجه. هو ركزوا في الفوله. عندنا هو اسمه فيرتبرو بازلر سيستم. فيرتبرال يمين وفيرتبرال شمال طالعين في الرقبه بعاد عن بعض كده. يلا يا دكاتره يا جماعه. شكرا. اقعد يا ابني.
فرتبرا اليمين وفرتبرا الشمال طالعين كده يقوموا الاثنين يتضاقوا فين بقى؟ تعرفين هنا يا جماعه في البرين ستيم اللي هو ميد برين وبونز ومظله يجوا تحت كده عند المظله ويتضاقوا الاثنين سوا يتلاقوا عشان يتحد فرتبرا ميد طالع كده وفرتبرا كده فالفرتبرا الاول يقول الفرتبرا اللي ايه الثاني ما يلا هو ده لا قاعدين المهم ايه يا جماعه اه يلا ونجيب اللي هو عشان نغزل الاخوان هم بيغزلوا بيغزلوا الاخوان هنا في المضاف فكره عايز اقول لكم على حاجه دكاتره عايز اقول لكم على حاجه عشان تعرفوا ان انتم مستغلين مش مستغلين يعني اللي هو اللي انا دايما اقوله يا جماعه ان الشباب التاهر اللي هو الشباب ايه اللي هنحله حته حمله عشان نغزل الاخوان دي مثلا بنسبة 100% مين اللي طلعه سخريه من الواحد؟ وتلاقي كل واحد عمال يسخر منه هو انت مش عاجبك الكلمه ويلا ما تيجي يجيبني يجي لا طب ما تيجي ونغزل الاخوان اه طب يلا بينا انت قاعد تعمل كده وانت مش حاسس ان هو بيعملها ليه عشان عقلك الباطن يبقى مين قال يعني هم اللي ايه يا جماعه اللي هم اللي بقى ماسكين الدين وهم بتوع الدين انما المجتمع فاشل وفاسد وانت قاعد تعمل كده مش فاهم الاخوان عندهم دماغ اصلا يعرفوا يقروا بيها لا 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 في الحاجات دي اه هم دماغهم في الحته دي اه ازاي ان هو يقدر يحشد ويجيب شباب اه بيعرف الحاجه الوحيده اللي بيعرف يعملها بقى من زمان بقول وزارات ومذكرات المهم يعني هو اللي زاد الاول احنا هنتكلم عادي طب بص هو بص فكرت ترى يا جماعه نغزل اخوان نجيب تعديل فرتبرا يمين وفرتبرا شمال حلو الكلام يا جماعه بييجوا مات يلا ايوه يلا فين بقى عند المظله حلو الكلام عشان يكونها ايه يا جماعه يكونها البذره الارتري يفضلوا ماشيين 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 وزي اي حاجه في الدنيا هما ماشيين سوا البذره الارتري على الميد برين يوصل للميد برين كده ويجي في الميد برين ايه يا جماعه ينفصل دلوقتي تو تيرمينال برانش واحد اسمه ايه واحد اسمه ايه يا جماعه اسمه واحد اسمه ده اسمه بوستيريور سيريبرال ارتري يمين وده بوستيريور سيريبرال ارتري شمال اهو ده بقى اللي بيروح يغذي السيريبرال كورتكس الايه بقى الخمس الوراني اللي احنا ما جبناش سيرته خالص يبقى اذا الفرتبرو بازرر عباره عن ايه يا جماعه وكانه راجل واقف فاتح رجليه وفارد ايديه وراسه مقطوعه اهو راسه اهي يا جماعه ادي رجليه الفرتبرو وادي جسمه اهو وايديه اهي ومفيش راس حلو الكلام وطبعا طول ما هو ماشي بيطلع برانشات ركزوا بقى معايا يا جماعه لان مش هركز دلوقتي مش هيفهم الفرتبرو بازر الخامس طول ما هو ماشي بيطلع برانشات اول برانش بيطلع من الفرتبرا الفرتبرا اليمين بيطلع حته صغيره والفرتبرا الشمال هنا كده يطلع حته صغيره يتلقى هنا وينزله ارتري الارتري ده اسمه ايه انتيريور سباينال ارتري وده من الاسم واضح ان هو بيغذي السباينال كورد كلها ما عدا حاجه واحده بس اللي هي البوستيريور كولون معايا ولا مش معايا فعندنا فرتبرا اليمين وفرتبرا الشمال وبعدين يكونوا البازلر وبعدين تو تيرمينال برانشز حلو الكلام طول ما هم ماشيين بيطلعوا برانشات ايه البرانشات اللي بتطلع بقى في هنا الفرتبرا اليمين والفرتبرا الشمال بينزلوا برانش مشترك اسمه ايه يا اولاد اسمه انتيريور سباينال ارتري ده اللي بيغذي ايه بقى يا جماعه السباينال كورد كلها ما عدا البوستيريور كولن سيبك من حاجات ما تشغلش نفسك بيها دلوقتي المهم يعني وبعدين وهو ماشي على البرين ستيم بيطلع برانشات صغيره كده تغذي الايه يا جماعه البرين ستيم بالمناسبه لو انت سددت اي واحد فيهم يحصل ايه لو انت سددت يا جماعه اي واحد فيهم هيحصل ايه يا دكتور ما فيتيلو لو سددت اي واحد فيهم يا بنتي هيحصل ايه يا جماعه برين ستيم هيمبليجيا على حسب الارتري اللي باص فين ما هي دي الفكره كتير هم ايه المهم ده كده اللي هو ده كده اللي هو البرين السبب انا هجي لي حاجه في اعلانات النيورو او والله لو جالي حاجه على اعلانات النيورو تعطيني السبب فالمهم بقى ده كده اللي هو ايه يا جماعه البرانش في كمان برانشات ثانيه بتطلع من الفرتبرو بازر سيستم اه هو ايه اللي هنا ده ده ايه يا ولاد السربلا موجود ولا مش موجود عارفينه مخيخ هنا ومخيخ هنا احنا بنتكلم عن الحصه الجايه ففي سربلا يمين وفي سربلا شمال بياخدوا منين بقى البلاد سبلاي بتاعهم من الفرتبرو بازر يعني هو معقول المصدر الامامي هيغذي السيربلم ورا لا هو المصدر الخلفي اللي بيغذي السيربلم بيغذيه كام بقى السيربلم ده حاجه مهمه ولا مش مهمه عضو مهم في جسم الانسان ولا لا مهم عضو مهم جدا طبعا انت من غير المخيخ يا ابني تقعد حاجه فاللي هو شايف مخ ومخيخ فاهمني فهو من غير المخيخ مهم يقول لك في ثلاثه بلاد سبلاي ايه هما الثلاثه بلاد سبلاي بقى سيربلر ارتري من تحت سيربلر ارتري من النص سيربلر ارتري من فوق وعشان كده في ثلاثه سيربلر ارتري طبعا يقع فعلا فده كده اللي هو ايه؟ شيل 10 من 10 والله امسك على 10 فالمهم السيربلر الارتري يمين سيربلر الارتري شمال معانا على فكره لو وقع والشاشه اتكسرت يبقى الصوره دي هتبقى جامده جدا فنيا اول ما تحس ان الصوره دي الشاشه مكسوره من النص
تيجي تبص لها هتبقى جامده جدا على فكره. اه فالمهم يقول لك ايه بقى، سيربيلر فوق وسيربيلر في النص وسيربيلر تحت، او اللي فوق نسميه ايه يا اولاد؟ سوبيريور سيربيلر ارتري. يبقى اللي تحت خالص ايه؟ انفيريور سيربيلر ارتري. يبقى في النص ايه يا جماعه؟ ميدل سيربيلر ارتري. بتاع النيورو قال لك عشان لخبط الطلبه هنغير الاسامي دي. غيروها ازاي بقى؟ خلى اللي فوق اسمه سوبيريور سيربيلر ارتري زي ما هو، والاثنين اللي تحت انفيريور سيربيلر ارتري. يعني ده انفيريور سيربيلر وده انفيريور سيربيلر، بس ده انفيريور لقدام وده انفيريور لورا، فيقوموا يسموا ده انتيريور انفيريور سيربيلر ارتري، والاختصار العلامي بتاعه ايكا. واللي تحت ده خالص يسموه بايكا، بوستيريور انفيريور سيربيلر ارتري. عشان كده خدوا بالكم يا جماعه دي اختصارات عالميه، يعني ممكن في الامتحان يجي يقول لك ايه بايكا اوكلوجن، فانت تبقى عارف بايكا دي اللي اختصار ليه يا جماعه، بوستيريور انفيريور سيربيلر ارتري اوكلوجن، وبينه وبينكم ده اهم واحد فيهم، يعني هو ده اللي انت تذاكره، الاثنين فوق دول ما تذاكرهمش. اللي هنعمله دلوقتي بقى، كل اللي هنعمله ايه يا جماعه؟ هنسد كل واحد فيهم ونشوف ايه اللي بيحصل. ما دام انت فاهم اناتومي خلاص، بس انا اهم واحد بالنسبه لي هو ايه؟ البايكا. تعالوا نشرح البايكا كده لما بيبوظ ايه اللي بيحصل بالظبط. تركيز بقى يا جماعه غير عادي، الله يخليكم في الحته دي. كل اللي هنشرحه دلوقتي لو سديت ايه يا جماعه؟ البايكا. لما تسد البايكا فما تسال نفسك، هو البايكا ده بيغذي ايه؟ البايكا ده اللي خارج على فكره من فيرتبرال ارتري لسه. بيغذي ايه بقى البايكا ده؟ تعالوا كده نكبر الرسمه اهو، بيغذي اهي يعني الجزء ده يا جماعه، شفتوا بقى الفن؟ هنكبره هنا ماشي. ايه اللي انا رسمها كبيره قوي دي؟ المظله. هل المظله كلها؟ ما هو طلع هنا اهو بيعدي على المظله اللي هي الحته دي، الحته دي اهي انا كبرتها هنا قوي المظله. وهنا في ايه يا اولاد؟ سيربيلا والارتري ماشي اهو، واضح؟ رسمه غير عاديه والله. فاول حاجه هتبوظ اللي هيحصل، اول حاجه هتبوظ، هو مش هو راح يغذي السيربيلم؟ يبقى السيربيلم هيبوظ. والسيربيلم لما بيبوظ هنعرف الحصه الجايه انه بيعمل حاجه اسمها سيربيلر اتاكسيا. يوم واحد يقول لي وما هي السيربيلر اتاكسيا؟ اقول لك لنا موعد ولقاء الحصه الجايه هنعرف الاتاكسيا وهتعرفوا بقى، نعرف الكلام ده. انت هتبقى ماشي في الحياه من غير سيربيلم. خد بالك يا جماعه ده بيحصل حاجات كتير هنبقى نعرفها الحصه الجايه. السيربيلم ده مهم جدا للاتزان، مهم لتظبيط المسل تون، مهم في الحركه لانه هو الفرامل والفتيس، يعني بيعمل حاجات تانية كتير. انما اللي يهمني النهارده بقى، هل السيربيلم بس هيبوظ يبقى سيربيلر اتاكسيا؟ لو كان سيربيلر اتاكسيا بس كنت شرحت الموضوع ده الحصه الايه الجايه. بس خد بالك من حاجه، ان السيربيلر اتاكسيا بيبقى عليها نص درجه، ثلاث ارباع الطلبه بينسوا اساسا كلمه سيربيلر اتاكسيا. يبقى لو انت سديت البايكه هيحصل رقم واحد ايه يا جماعه؟ اتاكسيا. وايه كمان بقى؟ اسمع بقى وايه وفتح معايا. هو الارتري ده عشان يوصل للسيربيلم عدى على ايه؟ المظله. فبيغذي، فالجزء ده من المظله كله بيبوظ لانه بيغذي الحته دي، مش المظله كلها، اللاترال مظله. بيعدي فيها كام حاجه بقى؟ انتوا فاكرين من اناتومي كان بيعدي خمس حاجات، عشان كده كل السيادتك هتعمله هتبوظ الخمس حاجات دول. طبعا انا ما اعتقدش ان حد قاعد دلوقتي ما يعرفش ايه هما الخمس حاجات دول، دول خدتوها في ايه يا جماعه؟ في سنه اولى طب، واللي ما يعرفهمش هقولهم دلوقتي. يبقى بعد ما تعرفهم هل هتذاكر الموضوع؟ لا، انت هتبوظ الخمس حاجات اللي انت هتعرفهم دلوقتي. يبقى المفروض انت تركيزك كله منبثق على ايه يا جماعه؟ تعرف ايه هما الخمس حاجات دول. اقول لك انت على الاقل عارف منهم ثلاثه او اربعه. لا اكيد يا جماعه، ما انت مش معقول قاعد في الحياه في هنا هوا، ما انت اكيد يا جماعه عارف منهم هما خمس حاجات، تعرفوا تالفوا منهم ثلاثه او اربعه. اقول لك على حاجه، اول واحده لو ما الفتوهاش انا ممكن يحصل لي حاجه والله. اول واحده اللي هي، بس انا قبل ما اقول الخمس حاجات كنت اقوله من الاول وبعدين اقول ان بي. طب خلاص انت بقولي الان بي اللي هي بعد ما خلص الخمس حاجات في ان بي، بس اللي يقولها المره دي والله العظيم يا جماعه مش هرجع في كلام فعلا ياخد 10 جنيه. بصوا يا جماعه الخمس حاجات ايه هم؟ اول حاجه بتعدي سمباثيتيك، نازل من فوق لتحت، سمباثيتيك جاي من الجانجليا اللي موجوده هنا ونازل مش فسمباثيتيك اهو موجود. تاني حاجه في تراكت كتير يا جماعه، بس المره دي جاي منين بقى؟ من تحت لفوق، دي حتى تنفع اغنيه يعني، اللي هو جاي من تحت لفوق شايل ايه بقى؟ شايل ايه التراكت ده؟ اللي هو السباينو سلامك تراكت، اللي جاي من السباينا طلع اللي هو شايل ايه؟ اكتب بالعربي كده، شايل احاسيسك من الاوبوزيت سايد، احاسيس البين والتمبرتشر، صح ولا غلط؟ مش البين والتمبرتشر بتاع الايد والرجل مثلا الشمال بيطلع على السرمص ايه يا جماعه؟ اليمين. فهو عشان كده اهو، فانت جيت بيعدي على المظله، ما هو هيطلع فوق ازاي؟ بيروح للسرمص ازاي؟ ما هي بيعدي على القفه من ورا اللي هي المظله اهي. فعشان كده ده السباينو سلامك اللي شايل ايه يا جماعه؟ احاسيسك البين والتمبرتشر. واضح ولا مش واضح؟ ادي حاجتين، يبقى لسه كام حاجه؟ ثلاث حاجات. فيهم حاجه لو ما قلتوهاش يبقى انتوا يا جماعه ما عندكوش اي معلومات عامه في الحياه.
ان في اصلا عندنا في المظله تعالوا نرسم بقى رسمه الحته دي بس هنصغرها. لا شغل جامد. الكرانيال نيوكلياي اللي كانت هنا ايه في الميد برين ايه 3 و4 وفي البونز 5 و6 و7 وهنا بقى 9 و10 و11 و12. بس اهو طب انا بتكلم عن المظله 10 و12 اهو فيقول لك 9 و10 و11 12 بينه وبينك ما بيبقاش موجود قوي شيء. يعني ما يهمنيش في اللاترال المظله بس انا عايز ايه يا جماعه اللاترال المظله بس كده. فيبقى في كرانيال نيوكلياي رقم كام 9 10 11. يبقى احنا دلوقتي قدامنا رسمه صغيره جدا في رسمه متوسطه معانا رسمه كبيره. بص للثلاثه مع بعض عشان تفهم. فالمهم بص بقى يا جماعه يبقى احنا في اللاترال مظله في ايه يا جماعه في عندنا هنا اللي هو سيمباثيتك في هنا البين والتمبريتشر طلع هنا كده 9 10 11. على فكره لسه في حاجتين لو ما قلتهمش يبقى احنا بنهرج. سمعتوا عن نيوكلا اسمها ايه فيستيبلو كوكلير؟ ايه الفيستيبلو كوكلير؟ 8. ايوه 8 اللي هي كان فيه فيستيبلر نيوكلاس وكان فيه كوكلير. الكوكلير انا ماليش دعوه بيها لان الكوكلير دي موجوده فين؟ دي مش في الودن موجوده فين هنا؟ موجوده فوق مو فوق في البونز. مين بقى اللي هتبوظ مين الموجوده في المظله؟ اللي موجوده في المظله اللي هي دي اللي هي الفيستيبلر فاهم؟ ادي كده الفيستيبلر نيوكلاس معايا بتاعت العصب الثامن مش العصب الثامن خدته ان هو فيه فيستيبلر وفيه كوكلير. الكوكلير موجوده فين يا جماعه؟ في البونز. انما الفيستيبلر موجوده فين؟ في المظله. سمعتوا عن نيوكلاس او نيرف اسمه ترايجيمينال نيرف اللي هو العصب رقم كام؟ خامس. برافو عليك يا بنتي والله العصب رقم كام؟ الخامس. والخامس ده كان فيه كذا نيوكلاس. مين النيوكلياسيايه اللي موجوده في المظله من الترايجيمينال نيرف؟ هي واحده اسمها سباينال نيوكلاس. سؤال السباينال نيوكلاس دي اهي نعرجها شويه عشان تبقى واضحه. السباينال نيوكلاس دي اهي سباينال نيوكلاس دي شايله ايه؟ شايل ايه السباينال نيوكلاس دي؟ احاسيسك بتاعت البين والتمبرتشر منين؟ من الوش التراجمنال بيشيل الاحاسيس بتاعت الوش ولا الابر ليمب ولا اللور ليمب؟ الوش. معايا؟ صح اهو. قول لي بقى قول لي تصدق بالله اللي يذاكر بقى تلاقي واحد برضه يرجع بيته ايه؟ يلا بقى هنذاكر الافكت اوف بايكا. يا ابني ما تذاكرش الافكت اوف بايكا ايه؟ الافكت اوف اوكلوجن. اعرف الاماكن اللي هنا وبوظها ويلا بوظوا انتوا بقى. واحد السيربيلم هيبوظ وما دام السيربيلم باظ هيحصل ايه يا جماعه؟ سيربيلر اتاكسيا. والسيربيلر اتاكسيا اللي هم كام حاجه هنعرفهم الحصه الجايه خلاص. ويحصل ايه كمان؟ لاترال ميدالري سندروم اللي هو الجزء ده من المظله هيبوظ. يلا قولوا بقى الجزء ده من المظله لما يبوظ يحصل كام حاجه؟ خمسة. انا هقول الحاجه وانتوا تبوظوها ولا انتوا تقولوا الحاجه وانا ابوظها؟ انا هقول الحاجه وابوظ. بصوا يا جماعه اول حاجه سمباثيتك هيبوظ خلاص. ولما هو سمباثيتك هيبوظ يحصل ايه يا جماعه؟ هورنر مكتوب عندكم ولا مكتوب؟ هورنر مكتوب عندكم انا في ال 5 هم 6 فعلا فين؟ 5 هم 6 ايه هم بقى ال طب الهورنر سندروم اللي هو ايه؟ انتوا عارفين منهم اربعه توزس مايوزس ان هايدروزس ان اوسانوس. دول كل الناس حافظاهم طبعا حافظينهم توزس مايوزس ان هايدروزس ان اوسانوس. معايا ولا مش معايا؟ انما في حاجتين كمان كل الناس عليه اللي هو بقى مش المره دي ما تبقاش حاسس ان هو هيحصل كل زياده هو فين هو فعلا؟ يبقى مظبطه بين الباب والعزله هي الشاشه مكسوره كده عادي يقول لي فبصوا بقى يا جماعه توزس مايوزس ان هيدروزس سيبك من الكلام ده. كان في حاجتين كمان في الهورده قلناهم قبل كده في الشيست توزس مايوزس ان هيدروزس ان اوسانوس. كان في كمان حاجتين ايه هما؟ نيزل كونجيشن. فاكرين هو انت لما بيجي لك برد بتاخد ايه؟ لما سمباثيتك يبوظ يحصل ايه بقى؟ كونجيشن. عشان كده سمباثيتك لما يبوظ بيحصل ايه يا جماعه؟ كونجيشن. ما انت لما بيبقى في كونجيشن اصلا بتاخد ايه؟ سمباثو مايوتك. فسمباثيتك لما يبوظ يجي يقول لك انا مذاكر. طبعا الحته دي مش كدابه لانها مش مهمه بس اهم حاجه قلناها قبل كده كانت ايه يا جماعه؟ لوس اوف استرنوس باينر ريفلكس. ايه الاسترنوس باينر ريفلكس يا جماعه؟ لما تيجي تضغط على الاسترنوماستويد عارفين الاسترنوماستويد؟ لما تضغط عليها جامد يحصل ايه؟ على طول يحصل سمباثيتك ستيموليشن. سمباثيتك يعمل ايه في البيوبل؟ يوسع البيوبل. فلما نيجي نعمل كده وانتم بجربوها كده تقرص هنا جامد قوي بس انت مش هتشوفها على نفسك. مش هتشوفها انت بتقرص. عشان تصحى اصلا بس في فوات سادة ممكن فده كده اللي هو ايه تضغط جامد تقرص هنا جامد تلاقي البيوبل وسعت واضح ولا مش واضح؟ انما هنا بقى لو عندك سمباثيتك بايظ عمر ما البيوبل هتوسع. شفتوا بقى يا جماعه؟ وعشان كده يقول لك ده اللي اسمه اللوس اوف السيردوس باينر ريفلكس. المهم سمباثيتك باظ يلا
بين والتمبريتشر. اما تعوز السلك ده يحصل ايه يا جماعه؟ لوس اوف بين عند التمبريتشر منين؟ فروم زي ايه؟ اوبز السايد عشان هم الكروز. اه لان طبعا سنسيشن بيعمل ديكاسيشن لجهه ثانيه. يعني لو انا عندي الفيرتبرو بقى، ولو حد فيكم عنده البايكا اللي هنا مسدود، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عنده لوس اوف ايه يا جماعه؟ بين والتمبريتشر من اوبز السايد. دي باظت النيوكليوي، دي باظت. قولوا بقى بتوع العمل يا معلمين، خدتوا طبعا الكرينيا نيرفس، وانا هشرحها برضه على فكره، بس انتوا خدتوا الكرينيا نيرفس في العملي فالمفروض عارفين ده النيرف رقم 9 و10 و11 اهمهم بينه وبينكم بالنسبه لي اكتر واحد بيبوظ هو النيرف الحائر 10 والنيرف الحائر لما بيبوظ لون فيجاس نيرف كان يعمل جمله اكيد كلكم في العملي تميلتوا وانتوا بتقولوها، والله كلمه بقى تخلي اللي ما بيتميلش يتميل، لانها الكلمه دي طبعا عارفين العصب الحائر لما كان يبوظ كان يعمل ايه يا جماعه؟ هم عشان كده سموه الحائر اصلا، عصب الحائل لانه بقى ايوه بالات وفارنجي ولارنجيا المانيفستيشنز. وانا مش جاي النهارده عشان اقول لك الحته يا ابني تخلصها اشطها في ثانيه كده. فبالات وفارنجي ولارنجيا المانيفستيشنز، واحد يقول لي البالات وفارنجي ولارنجيا المانيفستيشنز تعمل ايه؟ اقول لك انا بقى اخدها في الموتور نيورون ديز حاجه اسمها بالبر مانيفستيشنز وسودو بالبر مانيفستيشنز. المهم كانت ليها ايه من غير ما نستنى بالبر مانيفستيشنز دي اللي هي ايه؟ اللي يحصل هورسنس اوف فويس، يحصل هو يحصل ريجيرج نيزل ريجيرج، صح فاكرين الكلام ده يا جماعه؟ بالظبط. وديسفيجيا وديسارثرا، حلو الكلام. فيبقى عنده بلات وفرنجي ولارنجيا مانيفستيشن، هنبوظ دي. دي اللي هي ايه؟ مين فاكر او بترسمها ايه؟ بالسيبلر. بالسيبلر نيوكلاس دي بتعمل ايه يا بنتي؟ بالسيبلر نيوكلاس اسمها بالستيبلر بتاعت الاتزان. عشان كده يا جماعه لو باظت هيحصل ايه في كلمه واحده؟ ودي اول حاجه بتبوظ على فكره، اول حاجه تبان على العيان على طول. يحصل ايه يا جماعه؟ فوميتنج. نفس منظرك، ما انت عارف انت ما بتروح الملاهي نفس منظرك كنت لازم الملاهي، تلاقيه يا جماعه فوميتنج دايخ كده بايخ وبيرجع وفوميت. دي باظت. اخر واحده سباينال ايه؟ السباينال نيوكلاس اوف تريجيمينال نيرف. السباينال نيوكلاس اللي هي شايله ايه يا جماعه؟ بين والتمبريتشر. طبعا ده لور موتور، مش عايز اقول لور موتور لان ده سنسوري طبعا، انما طبعا كل واحده فيهم بتاخد احاسيس الوش البين والتمبريتشر من السيم سايد، ده مش تراكت نيوكلاس. انتوا واخدين بالكم؟ وعشان كده تعالوا نرسم مندوح كده. وانت بوظت البايكا هنا اللي هو البوستيريو انفيريور سيربيرال ارت انكلوجن هنا، يلا مين يقول لوس اوف سنسيشن؟ اه هيحصل لوس اوف بين التمبريتشر من اوبز السايد. طب والوش؟ السيم سايد يعني ده تراجيو. يقوموا يسموها كروزد هيميبليجيا. ازاي بقى؟ ده مش شرط، ده هيمي انستيزيا. اللي هي هيمي انستيزيا عشان كده يقول لك كروزد هيمي انستيزيا. يبقى البايكا بتعمل كروز دي ايه يا جماعه؟ يبقى تاني النهارده انت هتقول لي انا مش فاهم، هقول لك انت هترجع بيتك هتذاكر ايه يا جماعه؟ البايكا. هتذاكر ايه في البايكا؟ هل هتذاكر كل الكلام اللي عندك ده؟ لا، انت بس كل اللي هتحفظه ايه؟ حتى لو انت مش قادر تحفظهم دلوقتي بس كل اللي هتحفظه ايه يا جماعه؟ هو البايكا بيغذي ايه؟ وحتى انت في الشفا ولو ذكي لو قال لك بايكا وانت ما تعرفش قول له يا دكتور هو البايكا بيغذي ايه؟ يقول لك اسمه بوستيريور انفيريور سيريبيلر. قلت له يبقى بيغذي السيريبيلر، يبقى اول حاجه السيريبيلر اتاكسي. وممكن تقعد تشرحها له اصلا لغايه ما هو ينسى السؤال. وبعد كده بس عشان يوصل للسيربيلم بيغذي ايه؟ يقول لك بيفوت على المظله. قول له هي المظله فيها ايه؟ يقول لك خمس حاجات. قول له قولهم كده يا دكتور. يقول لك واحد في سمباثيك، قول له هورنر سندروم. اثنين في عندنا السباينو سيراميك تراكت اللي شايف احاسيسك من اوبز السايد، قول له لوسف بين التمبريتشر من اوبز السايد. ثلاثه النيرف رقم 10، قول له الحائر يعني. يقول لك ايوه الحائر. قول له بلاتو فرنجي ورادينجا مانيفستيشنز. معايا ولا مش معايا؟ قول له ايه كمان؟ يقول لك بالسبرا بنيفرس. قول له لوسف ايه يا جماعه؟ بيحصل فوميتنج ومش عارف ودايخ وبتاع. وبعد كده سباينال مش عارف نيوكلاس اوف تراجيمينال نيرف بينه وتم، مش حاسس بنص بشر بينه وتم خلص. ده اللي اسمه ايه يا جماعه بالظبط؟ نقعد كده على غايه ما تخش في الاخر في الشغل ونقعد نتكلم على بعض. المهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه البايك. تعال اغبى سؤال يا جماعه في الدنيا، اغبى سؤال بقى. يوم واحد يقول لي ماشي احنا ذاكرنا البايك، اسئله بقى اللي هي فعلا الاي كيو هو عادي على فكره اساله، بس الاول انا ما قلت صحيح قبل ما اسال السؤال الغبي. الاني بهايه ايه؟ انت لو عارفه الاني بهايه بجد والله تبقى ذكاء غير عادي. اي حاجه في السباينال كورد بتعدي بتخش في السباينال كورد بتبقى كنت اي حاجه في البريستن لان بهايه كبيره. بس دي مش ايه نبهايه، دي اللي هي حاجه يعني لوجيك اه اللي هي علاقه ب 11 في نبهايه يا جماعه. لو واحد زي جامد ايه صدق الله انت جامد. انت قلت ايه؟ انت قلت ايه؟ طيب قلت ايه؟ قلت ان الحاجه بيجن في بريستن ما عجباش معايا البريستن. لا بيبقى كنت ريليتد للبريستيج في بريس تي. خدوا بالكم لان بهايه بتقول ايه؟ طب اكتبوا الكلمه دي. خدوا بالكم اكتبوا خدوا بالكم كروز ديمسيليا في اللي بتحصل في بريس تي. اكتبوا خدوا بالكم في ايه كاتبه تيكي تشيك. خدوا بالكم خدوا بالكم ان هنا
دي كده انت اه ده جد جنب والله لان ده خطا قاتل في الشفوي. خدوا بالكم انه هنا مفيش هيمبليشا دي لان بي دي لان بي ليه بقى؟ لان ممكن وانت عارف الامتحان بتفكر تقوم عامل ايه؟ تقول البرامدل بينزل يا حبيبي البرامدل بينزل بس مش في اللاتر المضله بينزل في المضله من جوه. فعشان كده يا جماعه لما بتسد البايك ما بيعملش حاجه في البرامدل بس انا عارف اللي بيحصل في الامتحان. انت هتقعد تفكر ايه اللي بينزل يا ترى من فوق لتحت ومن تحت لفوق. هتفضل تسال نفسك كده في الامتحان تقوم انت لوجيك في الامتحان تالف ايه يا جماعه؟ تالف ان البرامدل بينزل اكيد من فوق لتحت فاكيد بيروح في الشفوي. النيورو بتاع النيورو فاهم كده وفاهم ان الطلبه في طلبه كتير بيبقوا مهزوزين في النيورو يقول لك ايوه يا ابني ايه اللي ايه اللي بيحصل في البايكر؟ البرامدل باظ يبقى هيحصل شلل فين؟ والله اقول له حمار البرامدل اصلا ما بيبصش. العيان ده مشلول؟ لا مش مشلول. اكتب الان بي هذا العيان عيان مش مشلول. العيان ده مش مشلول يا جماعه. العيان ده هيجي لك المستشفى واحد حالته ايه بالظبط يا جماعه؟ واحد ممكن يبقى عنده اتاكسيا بس مش مشلول انما عنده اتاكسيا. انت واخد بالك؟ وايه كمان بقى وبيرجع شويه حلو كلام وتيجي تشوف السنسيشن تلاقي اللوسوف ايه يا جماعه؟ السنسيشن بينه والتمبريتشر من اوبز سايز اللي هو في وشه ايه؟ قول له روح يا ممدوح انت عندك بايكه. طب يا دكتور بايكه يعني ايه؟ يعني المضله بايظه؟ تقول له ايوه والسربلم بايظ. يقول لك طب انا بمشي اهو. قول له ما البرامدل بيبقى في في جوه شويه ما بيتاخدش من جوه. جبت له شلل في اخر البتاع. ليه؟ ما هي دي برضه بتعمل ايه؟ دي برضه من الحاجات اللي ممكن هنشرحها في الاكسترا برامدل سيستم. ليها برضو دور في الحركه وبرضو من الممكن ان هي تعمل برضو فوميتنج وكده. بس الريتيكولار نيكوليال دي تحديدا هنشرحها في الاكسترا برامدر. بس انا هنا ما ركزتش عليها ليه؟ لانه كده كده الراجل ده اصلا عنده سيربلم بايظ انت واخد بالك وكده كده عنده السيربلم نيوكلس بايظ فتجيبيها كده تجي لها كده. هي انت مش محتاجه تذاكر حته الريتيكولار نيكوليال. بس بصوا بقى يا جماعه في السؤال بقى اغبى سؤال في الدنيا. تلاقي ليله الامتحان تريرين تريرين تليفونك ايوه ابني هو الايكا يتذاكر انا ذاكرت البايكا اذاكر الايكا ولا لا؟ اللي يسال السؤال ده يبقى ايه يا جماعه؟ الايكا مش كده في الحياه الايكا الايكا والله ده اسئله بقى ده فعلا الايكا الايكا انت مجرد ان حد يسالني السؤال ده انا لازم اقول له ايه؟ ما ذاكرهاش لان انا بستشف الاي كيو انا من نفسي. لان يا ابني الايكا يعني ايه ايكا الاول؟ انتيريور انفيريور اللي هو بيطلع منين بقى؟ فين الرسمه الصغيره؟ الرسمه المتوسطه طلع من ايه بقى المره دي الايكو ده؟ 5 6 7 هذا 5 6 7 طب ما تبوظ هيحصل اول حاجه ايه؟ سيربيلا ايوه سيربيلا تاكسي. لو كنت نسيتها يبقى احنا بنهرب. ما هو البايكا بيغذى سيربيلا من الايكا برضه اسمه انتيريور انفيريور سيربيلر ارتر اوكلوجن. سيربيلا باظ وايه بقى؟ والحاجات اللي بتبوظ في البونز. ايه اللي بيبوظ في البونز؟ بص 5 6 7 الحاجات السمباثاتيك والسباينو سلامك مكملين كده كده معانا. يعني السمباثاتيك نازل اهو والسباينو سلامك يبقى اهو يبقى رقم 1 و2 دول موجودين. عارف اللي هيختلف ايه بقى؟ النيوكليوي. هنا النيوكليوي ايه يا جماعه؟ 9 10 11 لكن الموجودين في البونز كانوا كام؟ 5 6 7 يبقى اللي هيبوظ هنا 5 و6 و7 8 صح ولا غلط؟ 8 اللي هو كوكليوفر سيبلر ده سنسوري ايوه الكوكليير هتبوظ. الكوكليير موجوده في البونز هنا كان في السيبلر بس هناك كان بسبره عشان كده ممكن يحصل لنا مشاكل في السمع اهو صح ولا غلط؟ اسمع بقى الكلمه دي يا جماعه. طب وبعدين بس هما دول اللي بيحصل. يبقى الايكا عباره عن ايه يا جماعه تاني؟ انت بوظت ايه؟ بوظت السمباثات وبوظت ايه كمان؟ وبوظت البين والتمبريتشر من اوبوز سايد زي مين بالظبط؟ زي البايكا بالظبط بس بدل الكرينيا نيوكليوي رقم 9 10 11 12 تاني هتبوظ رقم كام؟ 5 6 7 طب الفيسبرو كوكليار الكوكليار موجوده فين؟ في البونز والفيسبرا موجوده فين؟ في المضله.